مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. نحن معكم على مدى ساعتين نعرض لأهم ما يشغل بال المصريين في مصر الليلة، وهذه أبرز ملفاته. شهداء جدد مع تواصل العدوان على غزة، وحماس تطالب القاهرة بالرد على تصريحات ليفني عن توافق إسرائيلي مصري لخنق الحركة. أن ما حدث العدل يقول ثورة يناير كانت مؤامرة خارجية ضد مصر، ويصف المتهمين في محاكمة القرن بالقيادات الوطنية التي أدت رسالتها. حكمت المحكمة بقبول طلب حل حزب الحرية والعدالة شكلا. حل حزب الحرية والعدالة ومصادرة ممتلكاته، والحزب يقلل من أهمية الحكم ويقول إنه لن يوقف نضاله ضد الانقلاب. مفخرة للإسلام والمسلمين. مفخرة، ده مسخرة للإسلام. أكمل. بعد انتشار الهجوم على المعتقدات الدينية، مطالب بأن تصدر الدولة قوانين تجرم هذه الظاهرة. جزيلا عمر. مشاهدينا، خمسة شهداء وعشرات المصابين في تجديد جيش الاحتلال هجومه على غزة بعد رفض إسرائيل طلبات المقاومة الفلسطينية برفع الحصار عن غزة. من جانبها أطلقت فصائل المقاومة عدة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة لتؤكد أنها دخلت مباحثات القاهرة ويدها على البندقية، وأن المفاوضات لن تجهض أحلام الشعب الفلسطيني في رفع الحصار وإنهاء الموت البطيء لقطاع غزة. وكشف عدد من المعلقين الإسرائيليين عن ضغوط تمارسها إدارة عبد الفتاح السيسي أو الرئيس منتخب بعد الانقلاب العسكري على الوفد الفلسطيني، وذلك لإجباره على قبول المبادرة المصرية وتسليم المقاومة لسلاحها مقابل الغذاء والدواء. والسؤال، ما مصير مباحثات القاهرة، وأيهما أكثر قداسة، شروط مبادرة السيسي أم دماء أهل غزة؟ لا تأبه إسرائيل للدعوات الدولية للتهدئة ووقف العدوان على غزة، ورفضت شروط المقاومة الفلسطينية للتهدئة اعتمادا على قدرات جيشها في القصف والتدمير، في حين عجزت قواته البرية عن مواجهة المقاومة فآثرت الوقوف بعيدا. العدوان والقصف الإسرائيلي استمر على منازل المدنيين والمساجد التي قصفت بلا هوادأ، لكن ظلت مآذن بعضها شامخة ترفع النداء، وشيع الفلسطينيون جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير. الواحد بيقول إنا لله وإنا جو ورعب الأطفال والشردنا من البيت يعني. المقاومة الفلسطينية في القطاع المحاصر لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث أطلقت صواريخها في مناطق بالنقب الغربي، مما أدى لإصابة بعض الإسرائيليين بجروح وإلحاق أضرار بعدد من المنازل. دولياً عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بسبب تجدد العدوان في غزة، وحثت إسرائيل والفلسطينيين على فعل ما بوسعهم للحفاظ على حياة المدنيين. بدورها دعت وزارة الخارجية المصرية الطرفين للعودة الفورية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واستغلال الفرصة المتاحة لاستئناف المفاوضات. ومن جانبها تحدثت سيبي ليفني وزيرة العدل الإسرائيلية عن تحالف بين القاهرة وتل أبيب فيما يتعلق بالتعامل مع حماس. إسرائيل لديها توافق مع مصر على خطة خنق حماس، ودور القاهرة مهم في إنجاح هذه الخطة الهادفة إلى تغيير الواقع السياسي في غزة عبر تهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية. وبينما أثارت هذه التصريحات حفيظة حركة حماس التي طالبت برد مصري على الوزيرة الإسرائيلية، يرى عدد من المراقبين والمحللين أن الموقف المصري الذي تمثله سلطات الانقلاب منحاز لإسرائيل بشكل جلي. فصحيفة هارتس الإسرائيلية نشرت مقالاً لكاتب مصري وصف فيه التحالف بين إسرائيل ومصر ضد غزة بالتحالف المجنون، مشيراً إلى أن السلطة في مصر ليس
ليست وسيطا نزيها، فهي تشارك إسرائيل في رؤيتها بشأن الرغبة في القضاء على حركة حماس، منوها إلى أن مصر بدأت في تجديد الحصار على قطاع غزة منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي الحاكم الفعلي لمصر العام الماضي، ومشددا على أن السيسي وإسرائيل يستخدمان حماس كعدو مشترك وفزاعة من أجل قمع المعارضين بحجة محاربة الإرهاب. مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة، الكاتب الصحفي الأستاذ محمد القدوسي، أهلا بك معنا أستاذ القدوسي، كذلك الأستاذ حسام بدران المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، أهلا بك معنا أستاذ حسام. دعني أبدأ معك بشكل واضح وصريح، هل فشلت مباحثات القاهرة وتجدد العدوان مرة أخرى، 7 قتلى أو شهداء حتى هذه اللحظة والعشرات من المصابين أم لا؟ أين تقف مباحثات القاهرة الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ذهبنا إلى هذه التهدئة المؤقتة كي نعطي الفرصة للتحرك الدبلوماسي سواء الإقليمي والدولي كي يأتينا بالمطالب التي توافقنا عليها فلسطينيا، لكننا لسنا في مرحلة استجداء أحد ولا يعني نطلب منة من أحد. نحن قلنا أن أيدينا على الزناد، وبالتالي إذا كان أخذنا مطالبنا عبر الخطوات السياسية والدبلوماسية كان به، إن لم يكن فنحن مواصلون هذه الحرب وهذه المواجهة حتى تحقيق مطالب شعبنا وحقوقه التي تمثل الحد الأدنى التي يمكن أن نوافق عليها. حتى الآن الأمور سياسيا لم تنتهي، وفدنا ما زال موجود في القاهرة، وفد الاحتلال هو الذي انسحب وهناك يعني كلام عن عودته لهذه الليلة، والكرة الآن في ملعب الجهات التي يعني تسعى للتوصل إلى تهدئة بأن تضغط على هذا الاحتلال كي يتجاوب مع المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. سأعود إليك الأستاذ قدوسي بالطبع، لكن ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة الخليل السيد فرحان علقم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا سيد فرحان. وأبدأ معك بسؤالي حول ما يكتب الآن في الصحافة الإسرائيلية أو ما كتب تحديدا عن المفكر الصهيوني أرو باريوسيف، مقال يقول إن هذه الحرب هي رابع أهم حدث في تاريخ إسرائيل وأنها ستجبر إسرائيل على تغيير عقيدتها وسلوكها تجاه الفلسطينيين، فستجعلها أقرب للتفاوض، أقرب للسياسة منها للحرب والعدوان. ما رأيك أو تقييمك لهذا الكلام؟ مساء الخير إلى كل المشاهدين ولضيوفك الكرام. هذا الكلام هو كلام العقل والتحليل المنطقي الذي تحدث به، إذ أن الحرب التي تواجهها إسرائيل الآن وتخوضها إسرائيل الآن بكل قوتها وبكل جبروتها مدعومة بغطاء لم يسبق لإسرائيل أن حصلت على مثله من قبل، غطاء دولي، غطاء إقليمي، غطاء عربي، غطاء من دول الطوق، إنجاز لنا أن نلقي هذه التسمية الآن، في ظل هذه التغطيات وفي ظل هذا الدعم الواضح والدعم الضمني الذي تحظى به إسرائيل في هذه الحرب، إلا أنها لم تستطع أن تحرز تقدما على الأرض يلبي طموحات هؤلاء الداعمين الذين وفروا لإسرائيل هذا الغطاء. لذلك هذا الصوت الذي برز الآن من خلال مثل هذا الكاتب أن إسرائيل في بعد هذه الحرب ونتيجة لما يتمخض عن هذه الحرب من نتائج على الأرض وفي الميدان، وخاصة في ظل المفاجآت التي أبرزتها المقاومة والتي أدهشت بها المحبين والمبغضين، وما تخبئه المقاومة من مفاجآت أعلنت عن وجودها ولكنها لم تفصح عن مضمونها ومكنونها، في ظل هذا الحدث وفي هذه الأجواء، هذه الأصوات التي تبرز من هنا وهناك هي أصوات تدعو إسرائيل إلى أن تنحى منحى سياسي جديد في ظل متغيرات على الأرض لم تكن موجودة من قبل. طيب سيد علقم، عفوا للمقاطعة، ليس أمام إسرائيل إلا أن تستمع لمثل طيب هذه الأصوات رغم ضعفها. طيب هذه الأصوات هي طبعا أصوات الخبراء أو أصوات الأكاديميين وبعض الصحفيين، لكن ماذا عن المزاج الإسرائيلي الآن؟ رجل الشارع الإسرائيلي العادي، هل هو أصبح أقرب لأن تكون هناك تفاوض وخيار يعني تفاوضي أفضل من الخيار العسكري، أم ما زال الخيار الإسرائيلي يميل إلى العدوان ويميل إلى استخدام القوة، وأقصد هنا المواطن الإسرائيلي العادي؟
المواطن الإسرائيلي العادي يهمه الحياة اليومية التي يحياها أن تكون بالمستوى الذي يريد والذي يتمنى والذي يطمح إليه والذي يعيشه في الأيام التي يكون فيها هدوء رفاهية مستوى معيشي عالي. هو لا يطمح أن يكون هناك تهديد يومي لحياته ينقص على حياته وعلى رفاهيته ويهدد هذه الرفاهية بأن يخفض من مستواها، فما بالك أن يمضي يومه أو لياليه في الملاجئ. فبالتالي المواطن اليهودي أو السكان الإسرائيلي اليهود في ظل حدود إسرائيل يتمنون وجل ما يتمنونه أن يعيشوا حياة هادئة، لا يهمهم أن تكون غزة محررة أو محاصرة، لا يهمهم أن يعيش الفلسطينيون بحرية أو في ضمن حقوقهم وضمن دولتهم، كل ما يهمهم أن يعيشوا هم في ظل الوضع الرفاهية التي يعيشونها. طيب. فبالتالي إذا لم تكن القوة العسكرية قد جلبت لهم ما يصبون إليه فلا بأس أن تكون السياسة. طيب، دعنا نتحول إلى الدور المصري خصوصا على مائدة المفاوضات. هناك بعض الأصوات التي ظهرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، طبعا على رأسات سيبي ليفين وزيرة القضاء الإسرائيلية، وتتحدث على أن مصر أقرب للرؤى الإسرائيلية، بل على العكس أنها تضغط على حماس وعلى مفاوضي حماس ومفاوض المقاومة في القاهرة، ولا تريد مصر هنا أن يعني تنجز أي شيء للمقاومة على مائدة المفاوضة. ما حقيقة هذا الكلام؟ لأن البعض يرى أن هذا يأتي في إطار ضرب مصر من خلال بعض الكلام الذي يقال في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أم أن هذا الكلام صحيح بالفعل؟ هذا الكلام صحيح بالفعل وهو واقع، ويمكن رصد ذلك من خلال بعض الملاحظات، من أهمها أن الإسرائيليين كانوا أكثر الناس فرحا بالانقلاب في 3 يوليو، وقد عبر أكثر من شخص منهم عن أن احتلال الضفة والقطاع والجولان وسيناء في عام 67 أقل فرحة وأقل إنجازا للإسرائيليين من انقلاب 3 يوليو. الأمر الآخر ما عبر عنه الكثير من الإسرائيليين من أن السيسي يعتبر الكنز الاستراتيجي لإسرائيل. إضافة إلى ذلك يمكن ملاحظة الدور المصري في هذه الحرب ليس من الآن فقط، ولكن منذ 3 يوليو من العام الماضي، أي منذ الانقلاب، حيث باشرت السلطات المصرية إلى فرض هيمنتها على الأنفاق وعلى قطاع غزة بإغلاق المعبر إغلاقا تاما ومحكما، ومنع أي مساعدات أو أي عمل يومي على المعبر بحجج شتى. الحملة المجنونة والحملة الشرسة التي قادتها قوات المصرية على الأنفاق مدعومة بحملة مجنونة من الإعلام المصري لشيطنة حماس وشيطنة الفلسطينيين وشيطنة أهل قطاع غزة، كل هذه الإجراءات على مدار عام كامل في مصر أزعم أنها هي التي مهدت لهذه الحرب على غزة، بل أذهب إلى أبعد من ذلك أنها هي التي أغرت الإسرائيليين بضرورة شن هذه الحرب على غزة لإجبار حماس. طيب. لترك الحكم وتهيئة الأجواء كما قالت سيبي ليفني لعودة السلطة إلى غزة. يعني اسمح لي سيد علقم، البعض يرى أن مثل هذا الكلام يحول القضية من أن قضية احتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية لقضية أن مصر هي المشكلة وأن مصر هي الشيطان الأكبر في هذا الموضوع. في النهاية مصر هي يعني مصر لم تضرب غزة ولم تحتل الأراضي الفلسطينية والعربية، المشكلة في الأساس هي في إسرائيل واحتلالها لفلسطين والأراضي العربية وقتلها للألاف وإصابة الآلاف أيضا حتى هذه اللحظة، سواء في العدوان هذا أو ما حدث قبل ذلك من حروب على فلسطين. ما رأيك في هذا؟ يعني نحن هكذا بهذه الطريقة نشيطن مصر أكثر من إسرائيل. نعم. يعني نحن كمحللين نطرح القضية للتحليل والتشريح عبر المنطق وعبر ما نراه. الاحتلال هو المجرم وهو الذي يمارس الإجرام في غزة، لكن مصر هي التي في ظل نظام السيسي هي التي تعطي الغطاء للاحتلال في ممارساته وفي إجرامه.
ومصر المنتظر منها كدولة محورية وكدولة الأصل أن تكون هي رائدة الوطن العربي في حربه ضد الاحتلال وفي مقاومة الاحتلال وفي رفع الظلم عن الفلسطينيين وإحقاق حقوقهم وإعطائهم حقوقهم، لا تقوم بهذا الدور. إذن التقصير الذي يقع على عاتق مصر تتحمل وزره القيادة السياسية التي تتولى الأمور الآن في مصر، ولا يتحمل وزره المحللين السياسيين الذين يقوموا بتحليل المنطق. إضافة إلى ذلك، الوضع السياسي أو الناطقين السياسيين، وعلى سبيل المثال حماس أعلنت موقفها أن هذه التصريحات هي أسلوب قذر لمحاولة ضرب العلاقة المصرية الفلسطينية، وطالبت في ذات الوقت الجانب المصري بإبراز موقفه من مثل هذه التصريحات. هذه التصريحات لم تأتي على لسان ناطق باسم جهة هنا أو هناك أو على لسان محلل، إنما جاءت على لسان ركن من أركان السياسة الإسرائيلية. وأعود للتذكير بموقف بسيط، وهو أن تسيبي ليفني في عام 2008 أعلنت الحرب على غزة من مصر. شكرا جزيلا. وهي الآن في 2014 نحن نتذكر ذلك، لتؤكد على أن مصر، عفوا على المقاطعة لكن الوقت انتهى. شكرا جزيلا السيد فرحان علقم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من الأراضي المحتلة. عودة لك سيد قدوسي، ما رأيك فيما ذكره السيد فرحان علقم تعليقا على ما ذكرته تسيبي ليفيني من أن مصر تأخذ موقف أكثر تشددا من المقاومة ومن حماس تحديدا من إسرائيل حتى؟ يعني الأخ فرحان علقم كان بالزي العربي، وأنا هقول له على طريقة العرب وأزيدك من الشعر بيت. عموس هرقيل في هأردز قال إن المكسب الوحيد من هذه الحرب التي يرى عموس هرقيل، هو المحلل العسكري لهأردز، يرى عموس هرقيل وترى هأردز كلها باعتبارها الصحيفة اليسارية المعارضة لبنيامين نتنياهو اليميني، يرون أنها حرب خاسرة وأنهم قد خسروا فيها وأنهم جروا إلى أو استدرجوا إلى مكان لا ينبغي لهم أن يستدرجوا إليه. لكن عموس هرقيل يقول إن المكسب الوحيد في هذه الحرب هو ذلك الحلف الوثيق مع مصر، إن إحنا ومصر بقينا مصر السيسي طبعا، مش مصر اللي أنا وإنت بننتمي ليها، مش مصر اللي الناس اللي بتفرجوا علينا دلوقتي دي منها، لا دي ده مصر كما أراد لها عبد الفتاح السيسي الانقلابي. طيب سيبني من كلام عموس هرقيل، عموس هرقيل يكذب. عبد الفتاح السيسي، أنا من على هذه الطاولة قلت منذ الأيام الأولى للانقلاب إنه التجريف اللي بيعمله في سيناء وإخلاء 25 ميل منطقة حدودية، هذا هو مطلب نتنياهو، وهذا هو ما يحرم المقاومة الفلسطينية من رديفها المصري، وإن ده إعداد لضربة على الفلسطينيين وعلى قطاع غزة، ولم أكن أنجم ولا أرجم بالغيب، وها هي الضربة جاءت. عبد الفتاح السيسي هو الذي أجل القرار الذي سمعه من تل أبيب، يعني المفاوض الصهيوني في القاهرة، ادى لعبد الفتاح السيسي او ادى للمفاوض المصري او من يفترض انه الوسيط المصري اعطاه قراره، وتعمد المفاوض المصري او الوسيط المصري او من يفترض انه الوسيط المصري ان يؤجل ابلاغ الجانب الفلسطيني بهذا القرار حتى ربما الدقائق الاخيره من الهدنه، وفي الدقائق الاخيره قالوا لهم والله هي المبادره هي بحطت ايدك، اللي هو ما يسموها المبادره المصريه اللي هي المبادره الاسرائيليه اللي هي شروط املاءات نتنياهو، اذا موافقين عليها واذا مش موافقين اضربوا راسكوا في الحيط. ده لو حطيت النقطة رقم واحد والنقطة رقم اثنين والنقطة رقم ثلاثة، عبد الفتاح السيسي أشد سوءا من نتنياهو وكلاهما سيء. سريعا سيد حسام، هل تعتقد أو استشعرتم أنتم كمفاوضين على مائدة المفاوضات والسلطات المصرية أو المخابرات المصرية ترعى هذا التفاوض مع إسرائيل بشكل غير مباشر، هل استشعرتم تعنت من قبل الجانب المصري في هذا التفاوض أم لا؟ نحن كفلسطينيين لابد أن نؤكد على يعني المبادئ التي نتعامل بها في هذا الشأن، من أن الاحتلال هو أساس المشكلة وهو سبب يعني هذا البلاء الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. لسنا الآن كفلسطينيين في وارد يعني تحديد موقف من الأنظمة العربية أيا كانت، هذا مهمة شعوبها ومهمة الناس في تلك الشعوب. الاحتلال هو الذي شن هذا العدوان، هو المجرم الأول. الآن إن كان هناك من يتخاذل، من يتآمر، من يقصر، هذا أمر آخر، لكن الاحتلال هو أساس المشكلة، وبالتالي هو الذي خسر هذه الحرب وعليه أن يدفع تبعات هذه الخسارة.
نعم سأعود إليكما مرة أخرى، لكن أذهب سريعا إلى عبر الأقمار الاصطناعية إلى غزة والزميلة غالية حمد مراسلة الجزيرة مباشر مصر. غالية، ابتداء لو تطلعين على مجمل الأوضاع في قطاع غزة اليوم بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة. نعم أحمد، يعني فعلا يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم في بعد اليوم الثاني من انتهاء الهدنة الإنسانية التي استمرت لثلاثة أيام، غير أن العدوان طبعا لا يبدو حتى الآن بنفس الشكل الذي كان عليه خلال الأيام الثلاثين السابقة. بالمطلق هي كانت أيام أشرس وأعنف من التي تمر فيها غزة الآن، لكن التركيز الآن يبدو أنه على إرسال رسالة سياسية والضغط على الشعب الفلسطيني والضغط على المقاومة للتنازل عن المطالب والشروط التي تضعها في القاهرة للموافقة على المبادرة المصرية وعلى أي هدنة طويلة الأمد قد تعقد بين الطرفين. لكن يعني التركيز الآن في الاستهدافات على المساجد في قطاع غزة، أمس ثلاثة مساجد استهدفت، مسجد حسن البنا ومسجد القسام ومسجد الشهداء في وسط قطاع غزة ودمرت بشكل كامل. لكن الأزمة الحقيقية الآن تكمن فعلا في الأزمة الإنسانية، حيث أن قطاع غزة يعيش بلا كهرباء أو مياه أيضا، وهي المشكلة التي استجدت على مناطق كثيرة من قطاع غزة ويعني أتت شديدة فعلا، مما أدى إلى حصول أزمة إنسانية في مياه الشرب ومياه الاستخدام اليومي. نحن الآن في منزل عائلة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، سنتحدث معهم لنعرف كيف يعيشون في ظل انقطاع المياه بشكل مستمر وكبير خلال الأيام الماضية. حاج أبو ناصر وهو رب هذه العائلة هو الذي نحن الآن في بيته، يعني لو تخبرنا كيف أنتم بالبيت عايشين في ظل أنه المياه بتنقطع بشكل كبير؟ والله ولا بتنقطع المية، ما فيش مية في البيت، بننزل بنعبي، بتكون الخط دوب اللي جاي مية، بننزل على الدور الأرضي بنعبي الجراد المية ونجيب على البيت ندبر حالنا فيها، غير هيك ما فيش. يعني اللي بتعبوه لإيش بكفيكم؟ أي خانة بسد؟ لا ما هو لما بدنا نفتح كل احتياجات البيت مش هنقدر نعبي من تحت ونطلع على الدور الثالث، يعني بدنا نجيب مية بنجيب على قد الجلي، على قد غسلوا الأطفال، يغسلوا شوية أواعي بس، أما تكفي احتياجات البيت كاملة ما فيش. طيب فيش مجال. ملامين أنت عندك أي رسالة أو أي كلمة حابب توجهها لأي جهة؟ والله أولا رسالتي للأمة العربية بالكامل وتحديدا الأخوة في مصر الشقيقة، يعني مش عارف من قلب المعاناة من قطاع غزة، من غزة بنستصرخ الضمائر الحية في الأمة العربية والإسلامية، لأنه شهر من العدوان الإسرائيلي آن الأوان الاحتلال الإسرائيلي يطلع عنا ويسيبنا، لأن الاحتلال صار له أكثر من 60 سنة جاثم على صدورنا. لازم على العرب يضغطوا بهذا الاتجاه إنهاء الاحتلال والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي على 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 فلسطين أو على الشعب الفلسطيني. بدنا نكلم أختي الشقيقة مصر والشعب المصري العظيم انه اغيثونا اغيثونا اغيثونا، يعني بعيدا عن المناكفات السياسية ما تحكموش على سكان قطاع غزة، في حوالي بما يقارب 1,800,000 نسمة في قطاع غزة، تحكموش عليهم، نعتبر انه اخوة لنا اصغر منا اخطأوا بحق مصر الشقيقة. طيب احنا مجبورين. قلت لنا انه انت كان يعني قبل المقابلة كنت تحكي معنا انه في عندك استغراب من موقف بان كي مون، موقف مجلس الامن، موقف صحيح. المؤسسات المجتمع الدولية. والله استغراب واستهجان بشكل لا يصدق. يعني بان كي مون لما بطلع وزعلان كتير على الاسرائيليين ما سمعناش منه أي شجب أو أي استنكار على القتلى أو على الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني من أطفال وشيوخ ونساء. طيب مجلس الأمن، شكرا لك، واضحة الرسالة تماما. سنتحدث مع ربة المنزل السيدة أم ناصر. حجة أم ناصر، يعني خبرينا كسيدة ربة منزل ولديك احتياجات يومية، الطبخ، القيام بشؤون المنزل وأعبائه، يعني كيف تستطيعين، كيف تتدبري أنت أمورك، كيف بتمشي يومك بدون مية؟ بالضبط انه بنتعب لما ما نلاقيش ميه، بننزل نعبي من تحت، فش يعني حياه تعب كلها، ميه نجيب من الجامع، ميه مالحه كمان، مالحه يعني ماشيه
لا مش ماشيه ولا اقول لك مش ماشيه مش ماشيه. الميه الحلوه اللي بنشتريها. انت الميه الشرب شو بخصوصها؟ بنشتري شريه ميه ميه الشرب بنشتريها شريه، ولما ما بتكونش في ميه بنستعمل، بنضطر ان احنا نستعمل الميه الحلوه، وبتكفيناش لاشي. لا الواحد عارف يقضي امور بيته، ولا عارف يطبخ، ولا عارف يجلي، ولا عارفين نعمل اي حاجه، يعني امورنا واقفه بالمره. شكرا لك. يعني هي صوره سريعه من ماساه يعيشها القطاع بعد انقطاع المياه والكهرباء فيه بشكل شبه دائم لساعات طويله ولايام طويله متعاقبه، بعد يعني اثر انقطاع الكهرباء المستمر على انقطاع المياه ما ادى فعلا الى احداث ازمه انسانيه يخشى ان تزداد حدتها في الايام المقبله ان لم يوضع حل جذري لها. يوصل بموجبه المياه لمناطق سكان قطاع غزه، وهي الحاجه الرئيسه لاي انسان في العالم لكي يبقى على قيد الحياه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الزميلة غالية حمد مراسلة الجزيرة مباشر مصر، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من غزة. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من الخليل السيد أسامة القاسم المتحدث باسم حركة فتح. سيد أسامة أهلا بك ابتداء، وهل رشح أي شيء جديد عن مباحثات الجارية في القاهرة الآن أم لا؟ الإيجابي أن هناك وفد واحد وهناك موقف واحد بالرغم من كل المحاولات لضرب الأسافين بين الوفد الواحد، ولكن كل يوم يتعزز الموقف الفلسطيني وتتعزز الثقة، وهذا إنجاز كبير لأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني أن يكون هناك وفد تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية يعبر عن الموقف ومطالب الشعب الفلسطيني. اليوم الوفد الإسرائيلي قد يصل في هذه اللحظات إلى القاهرة وسيجتمع مع القيادة المصرية ليطلع بدوره الوفد المصري أو القيادة المصرية على آخر الإجابات التي يمكن أن يقدمها الوفد الإسرائيلي على مطالب الشعب الفلسطيني. بعد ذلك سيكون اجتماع مع القيادة الفلسطينية في هذا الموضوع أو مع الوفد الفلسطيني. نحن نؤكد باسم حركة فتح على تمسكنا الكامل بكل المطالب الحق والقانونية، ودعني أؤكد قضية مثلا المطار والميناء، هذا ضمن اتفاق أوسلو وكان موجود مطار عرفات وتم تدميره من قبل إسرائيل. أيضا الميناء تم افتتاحه في 2000 من قبل الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت جاك شيراك. لذلك هذه المطالب كلها رفع الحصار هي مطالب حق، وهذه أدنى الحقوق التي يمكن أن نحصل عليها مقابل هذا العدوان وهذه التضحيات الجسامة. سيد قاسمي، ذكرت في ثنايا حديثك أن هناك من يحاول ضرب وحدة الوفد الفلسطيني في القاهرة، هل لك أن تطلعنا أكثر، يعني أن توضح لنا أكثر مغزى ضرب وحدة الوفد الفلسطيني التي ذكرتها الآن؟ نعم، إسرائيل منذ اللحظة الأولى الهدف الخفي والمعلن والذي نقرأه جيدا في حركة فتح هو ضرب وحدة الضفة الغربية مع قطاع غزة. فما كان من حركة فتح والفصائل الفلسطينية منذ اللحظة الأولى أن أدركت حجم هذه المؤامرة، وتوحدنا ميدانيا في قطاع غزة في الميدان وفي الضفة الغربية أيضا في الميدان، وأيضا على المستوى السياسي الرئيس أبو مازن عمل مع كل الفصائل منذ اللحظة الأولى على توحيد الموقف الفلسطيني، وذهب إلى كل الدول العربية بالرغم من كل التناقضات الموجودة إلى أن خرجنا بموقف فلسطيني موحد. القضية الثانية، إسرائيل أيضا تحاول ضرب، هل تسمعني؟ أنا أسمعك جيدا، تفضل. نعم، أيضا عندما ذهب الوفد فقطعنا الطريق بداية في الميدان أن نفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتعززت الوحدة الوطنية، وهذا ما أقلق إسرائيل. عندما تشكل الوفد كانت الضربة الثانية لإسرائيل، إذ أرادونا مقسمين مختلفين في كل القضايا. ذهبنا إلى جمهورية مصر العربية، بدأت إسرائيل بضرب الأسفين ما بين الفلسطينيين وبين فتح وحماس وكافة المواقف، وهناك للأسف الشديد يعني بعض الإعلاميين الذين لا يأخذون المصادر المواقع من مصادرها الحقيقية والأخبار روجوا لمثل أن هناك انسحاب من أحد الوفود وإلى آخره. نفينا في حركة فتح جملة وتفصيلا، وقلنا أن الوفد على قلب رجل واحد ويعبر عن الموقف جميل. الفلسطيني. طيب اسمح لي فيما رشح عن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وقولة سيبي ليفيني أن يعني مصر أقرب لرؤية إسرائيل لهذه المفاوضات وهي تضغط على بعض العناصر داخل الوفد الفلسطيني، ماذا في هذا الحديث؟ هل تراه حديثا يعني جديا حقيقيا أم لا؟ لا هي من ضمن اللعبة الإسرائيلية، ونحن نعلم جيدا، ويعني نحن نعلم جيدا الإعلام الإسرائيلي هو إعلام أمني، والسيفي ليفني تعمل ضمن المنظومة الأمنية،
ولا يوجد وزير عندهم مسموح له أن يصرح إلا وفق الرؤية الإسرائيلية. هدفها هي ضرب، هي أرادت من البداية أن تكون المشكلة فلسطينية عربية، تارة مصرية وتارة هنا وهناك، ولكن قطعت الطريق عليهم. الآن تريد إعادة الكرة مرة أخرى، إلا أن هناك تباين في المواقف أو أن هناك مصر تضغط، هذا غير صحيح بالمطلق. وأكد لك بعد اتصالي مع كل الأعضاء الوفود وعلى كل الأيام المتتالية أن مصر تتبنى الموقف الفلسطيني جملة وتفصيلا، وتضغط معنا على إسرائيل من خلال علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة الالتزام بالمطالب الحق، خاصة أن كل مطالبنا يعني هي مطالب إنسانية وطنية كانت ضمن اتفاق أوسلو، مثل المعبر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل الميناء، مثل رفع الحصار، مثل الإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا وفق يعني على قضية صفقة شاليت. شكرا جزيلا السيد أسامة القاسمي، كنت معي عبر الهاتف من الخليل، المتحدث الرسمي لحركة فتح. الحقيقة أعتقد أن كلام السيد القاسمي سيد قدوسي يحتاج شيء من الرد، لأن الرجل يقول بشكل واضح وصريح أن مصر تتبنى مواقف الفلسطينيين وتدافع عنها ولوفد الفلسطينيين. اسمح لي أن في بلدنا برضو في مثل كويس كده بيقول إيه، قال أبو فصادة بيعجن قشطه برجليه، قال كان يبان على عرائبه. أين هذا التبني في المبادرة المصرية التي قدمها سي؟ فين المينا؟ فين المطار؟ فين فتح المعبر؟ إذا كان عبد الفتاح السيسي المطار والمينة ما لهمش دعوة بمصر، اصبر على المطار يا عزيزي، ده أمر إسرائيلي يا عزيزي. يا عزيزي وقالك أنا بتتبنى المطالب الفلسطينية. هو قال إن مصر تتبنى المطالب الفلسطينية، وقال إن هذه المطالب هي المينة وفتح المعبر والمطار. كلام جميل، مصر مقدمة حاجة اسمها المبادرة المصرية، يحطوا الحاجات دي فيها وأنا هصدق الكلام اللي بيقوله، وطول ما هم ما حطوش ده فالكلام اللي قاله مش مظبوط. سأعود إليكم، لكن نذهب سريعاً بشكل عملي جداً وواضح يعني إلى مواقع التواصل الاجتماعي وعمر فياض، وأهم ما وصل إلى عمر تفضل. عدة تعليقات جاءت حول هذه القضية، بعضها معبر جداً. أبدأ بفيسبوك قوس قزح يقول هؤلاء قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تعليق أيضا لمحمد فؤاد يقول هي ليست غارات إسرائيلية، المسمى الأدق الهجمات الصهي عربية، هكذا وصفها محمد. عموما مشاهد انسحاب الآليات الصهيونية لها تفسير وحيد، هو أن نتنياهو لم يعد قادرا على الاستمرار، بإذن الله قريبا تنتهي الحرب. تعليق أيضا لسعيد يقول الإخوة في غزة أعلنوا هيا نعيش أحرار يا نموت أحرار، فطوبى لهم جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. تعليق لأحمد مكي يقول تكررت في فلسطين كلمة مجزرة، وسيأتي اليوم الذي تسقط فيه النقاط على الحروف لتصبح محررة بإذن الله، حقيقة من أبرز التعليقات التي وصلتنا. تعليق أيضا أو تعليقات تويتر، نبدأ بمصرية تقول لا لغة تصلح مع الاحتلال سوى لغة القوة، لا تفاوض مهين على حقوق الفلسطينيين، وقد لنا بإذن الله في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون. وآخر تعليقات تويتر لمحمد إدريس يقول إنها حرب متراوحة بين الشد والجذر، تحركها المفاوضات في القاهرة والمقاومة، وإسرائيل تلعب على أوتارها، فلم تعد شديدة الدموية مثل السابق ولم تعد تهدئة أيضا. أنتهي هنا، شكرا جزيلا. عمر سيد حسام في 30 ثانية، ما توقعاتك لمفاوضات في القاهرة؟ نحن ما زلنا في على الأرض نواجه، بحسب تصريحات عمير بيرس أحد وزراء الصهاينة وكان وزير الدفاع في الحرب السابقة، قال أكثر من 90% من سكان المستوطنات حول قطاع غزة هربوا، وهذا دليل انتصار حماس علينا. نحن كفلسطيني انتصرنا، لن نسمح لأحد أن يحرمنا من ثمرات هذا الانتصار. شكرا جزيلا السيد حسام بدران، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، كما أشكر الأستاذ محمد القدوسي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا. عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. أن ما حدث في 25 يناير كان حلقة من حلقات مؤامرة خارجية. العدلي يقول ثورة يناير كانت مؤامرة خارجية ضد مصر، ويصف المتهمين في محاكمة القرن بالقيادات الوطنية التي أدت رسالتها. أهلا بكم من جديد. بعد صمته دهرا نطق وزير الداخلية الأصدق حبيب العدلي، فوصف ثورة يناير بأنها كانت
مؤامرة خارجية تهدف إلى إسقاط الدولة، وسمح القاضي للعدل بالخروج من قفصه والوقوف أمام المنصة ليتحدث نحو 5 ساعات على الهواء مباشرة في مهاجمة ثورة يناير وتشويه الثوار. وأضاف العدل أن أمريكا حركت الشباب من كفاية و6 إبريل وبعض شباب الأحزاب والإخوان المسلمين لتنفيذ مخططها بتقسيم مصر. السؤال: ما سر الثقة التي تحدث بها العدل لساعات في مرافعته؟ وهل يحاسب دستور الثورة من يشوهها تحت سمع القضاء وبصره؟ بعد مرافعة فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، والتي أفردت الصحف والفضائيات مساحات واسعة للحديث عنها والترويج لها، حان دور الدفاع عن وزير داخليته حبيب العدلي لغسل سمعته وتبييض صفحته. وقف العدلي أمام منصة المحاكمة بنفسه ليقدم مرافعته التي استغرقت عدة ساعات، ونقلتها بشكل حصري قناة صدى البلد المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين أحد كبار رجال الحزب الوطني المنحل. العدلي وكما هو متوقع استمات في محاولة إثبات أن ثورة يناير مؤامرة أجنبية، أن ما حدث في 25 يناير كان حلقة من حلقات مؤامرة خارجية مخطط له أهداف استراتيجية كانت تستهدف مصر، وليست مصر فقط بل والوطن العربي تحت ما سمي بالربيع العربي. وحاول العدلي إنكار مسؤولية الشرطة عن قتل المتظاهرين متهما جهات أجنبية بذلك، محاولا تبرئة نفسه. مخطط شارك فيه عناصر أجنبية تسللوا للبلاد عبر الأنفاق من الحدود الشرقية للبلاد يوم 27 يناير، وبقول تسللوا يوم 27 يناير لأن كتير جدا بيقولك الله طب ما تمسكوش ليه، ما احنا ده احنا نقول يوم 27 يناير. كما أكد العدلي أن قطع الاتصالات أثناء الثورة كان قرارا جماعيا وأن القانون يتيح له ذلك. إذا ده قرار جماعي، طب أنا بقى ما كنتش أعرف أن دي من سلطتي. أنا اللي قال لي على دي سلطتي دكتور نظيف لما جالي في طرة بتناقش معاه، بقول له ايه حكايه القضايا اللي انت عاملينها دي بتاعت قطع الاتصالات ومش عارف محكوم بحاجات كتير قوي ملايين كتير قوي هو فيها برضه، قال لي اخر رقم اسمها سلطتك. قلت له سلطتك ازاي؟ قال لي القانون قال لك ولوزير الداخليه ان يطلب قطع اللقاءات او يقطع الاتصالات للاعتبارات الامن القومي. ارتدى وزير داخلية مبارك في المرافعة ثوب الشيوخ وعلماء الدين قائلا إنه يعيش في ابتلاء زاده خشوعا وصبرا، لدرجة أن متابعين سخروا من حديثه قائلين إن المرافعة كان ينقصها أن يقول العدل سلمياتنا أقوى من الرصاص. جلسة اليوم جسدت تحول حال العدل ورجال مبارك أثناء جلسات محاكمتهم طوال 3 سنوات، من الخوف والترقب والتوتر في المحاكمات الأولى إلى كونهم ثابتين مبتسمين ضاحكين في المحاكمة الثانية. مرافعة العدل الهزلية تتناقض مع آلاف الصور والفيديوهات التي تثبت مسؤولية الشرطة عن قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 من يناير، فضلا عن تحقيقات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري بعد الثورة مباشرة، وتحقيقات أخرى أثبتت قتل قناصة الداخلية للثوار، وغيرها من الأدلة الموثقة التي يحاول مبارك ورجاله إنكارها عبر أحاديث مرسلة يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام. بالطبع سلميتنا أقوى من الرصاص، دي كلمة للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وليست لحبيب العدلي. لكن على أي حال دعونا نناقش هذه القضية مع ضيفي في استوديو مصر الليلة، الأستاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا بك معنا أستاذ سليم. أهلا وسهلا. وكذلك هيثم غنيم الناشط الحقوقي والسياسي، أهلا بك معنا هيثم. أبدأ بك هيثم، بما أنك يعني ممن شاركوا في ثورة 25 من يناير التي وصفها العدلي بأنها كانت مؤامرة خارجية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
الشرقية، وانتم كنتوا يعني ما اقصدش انت لكن شباب الثورة، تم تمويلكم وتم تدريبكم في قطر للقيام بهذه الثورة. لا قطر دي تهمة جديدة، ده كان ساعتها امريكا والموساد. قصة ان احنا كنا ممولين خارجيا او الكلام ده كله، 25 يناير اسباب الثورة هم اجهزة المخابرات المصرية ذات نفسها عارفة وكانت بتنبه من حاجة زي كده. كان في فساد استشرى في البلاد خلاص مثل الفساد المستشري دلوقتي، وكان في غضب عارم ضد ممارسات وزارة الداخلية، كان في انتخابات 2010 وما تم فيها من تزوير، ثم حدثت الثورة التونسية بشكل مفاجئ، وكان في دعوات اليوم 25 يناير يكون في مظاهرات، دي اللي ادت الشباب دفعة ان المظاهرات ان الشباب تنزل. انا ذات نفسي انا ما نزلتش يوم 25 يناير، انا من اصدقاء كلموني قلت لهم يعني هيبقى كام 15 20 واحد هينزلوا والامن المركزي هيضربهم، انا مش هنزل اضيع نفسي عشان حاجه زي كده، ننزل نهد نظام وخلاص. وفوجئنا يوم 25 يناير ان الشباب نزلت، كله فوجئ باللي حصل. وبعد كده كانت ترتيبات ان احنا كان ساعتها صفحه كلنا خالد سعيد صحيح. ان احنا ننزل يوم 28 يناير، انا وانا نازل يوم 28 يناير ما كنتش متخيل ان اليوم هينتهي كده، احنا داخلين حرب ضد النظام فعلا فاسد، نظام عميل لامريكا. يعني من العجيب ان حبيبي العدلي ظباطه ظباط امن الدوله بيدربوا في CIA ان هو يتهم الشباب المصري اللي هو ما بيعرفش يخرج اساسا من مصر ان هم عملاء لامريكا او ان هم عملاء للموساد. يعني المخابرات المصريه بالصور وبالفيديوهات بتتقابل مع المخابرات الاسرائيليه وحبايب جدا، ويعني يعني هم اقرب لليهود من اهل البلد يعني. والامن الدوله بيتدرب في السياسه. انا بعيدا عن كوني بادير الحوار، لكن وجه العجب هنا استاذ سليم في هذه القوه التي كانت لدى حبيب العدلي وهو يتحدث لمده 5 ساعات عن الثوره وعن كل الامور السياسيه ويصفها بهذه الاوصاف، من اين اتى الرجل بهذه القوه؟ من اين اتته القوه انه يتحدث عن ثوره يناير التي اعترف بها حتى دستور ما بعد الانقلاب العسكري ويشوهها بهذا الشكل من وجهه نظري؟ أنا عايز أقول لك يعني أنا لم أندهش من كلام حبيب العدلي على أن هذه الثورة فعل خارجي وأنها مؤامرة خارجية، وقال وصفها بأنها مؤامرة خسيسة كمان. صحيح. يعني ربما المدهش حقيقة اليوم بالنسبة لي كرجل أتابع فعل هذا الرجل منذ أن تولى وزارة الداخلية في 97 على ما أعتقد، أننا أمام رجل يبدو أنه قد تعلم الكلام. يعني حبيب العدلي ليس متحدثا على الإطلاق، يعني عندما كان بدأ وزيرا للداخلية كان لا يجيد إجراء مكالمة تليفون مع أحد الصحفيين على سبيل المثال، ثم تحول به الأمر إلى أنه يعني يؤدي عملا روتينيا حتى في اللقاءات التي كانت تجري بينه كل عام في عيد الشرطة بينه وبين مفيد فوزي لم يبدو عليه أنه حتى يجيد الحديث. الآن حبيب العدلي كله ثقة، هذه الثقة لم يكن عليها وهو وزيرا للداخلية ويحظى بثقة حسني مبارك ويفعل في البلاد ما يشاء، هو رجل حسني مبارك الأول، لا تقول لي مخابرات عامة ولا جيش ولا الذي منه، كان هو الذي يتجسس على الجيش وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبأوامر من حسني مبارك، وكانوا يعلمون ولا يستطيعون أن يفعلون معه شيء. الآن نشاهد هذا الرجل الذي يتحدث بكل هذه الثقة لسبب مهم جدا، وهي أنه الأسباب التي على أساسها دخل حبيب العدلي السجن زالت الآن، زالت مع 30 يونيو وزالت مع 3 يوليو، هو دخل السجن عندما قامت ثورة 25 يناير. بعد ذلك المجلس العسكري بالمناسبة يعني كان يلف ويدور في على ويناور حتى لا يدخل حبيب العدلي السجن. يعني في يعني لاحظنا ان حديثا عن اعتقال عن اعتقاله جرى مبكرا، ثم اذا به يتصل بجريده هو نفسه يتصل بجريده المصري اليوم بعد 15 يوم من نجاح الثوره يتحدث على انه ليس معتقلا وانه في منزله. عندها كانت هناك رده فعل من الثوار غاضبه جدا، جرى على أساسها أن المجلس العسكري اضطر إلى اعتقاله وإلى القبض عليه وإلى تقديمه للمحاكمة. الآن هذه الأسباب زالت ب 30 يونيو، 30 يونيو هذه كانت مقدمة لثورة مضادة بدأت بالإعلان الذي أعلن 30 يونيو نفسها معترفة ب 25 يناير وبشرعية 25 يناير، ده اللي جه في دستور العسكر. ده مش كده وبس، ده هو بيتهم أن هذه ثورة 25 يناير بأنها مؤامرة خارجية خسيسة، والذي وطول الوقت هم بيقولوا لنا انه الجيش هو الذي حمى هذه الثوره، كيف لهذا الجيش يحمي هذه المؤامره الخارجيه الخسيسه؟ ده مش كده وبس، يعني ده انه الراجل اللي ادى التحيه للثوار وللشهداء
تبين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحه فنجري تبين انه اعطى التحيه حقيقه لهؤلاء العملاء. خليني اخذ من كلامك واسال من انضم الينا عبر الهاتف الان من القاهره اللواء رفيق حبيب مساعد وزير الداخليه الاسبق. سياده اللواء، فيما ذكره الاستاذ سليم عزوز، يعني ثوره 25 يناير اعترف بها حتى دستور ما بعد الانقلاب العسكري والمجلس العسكري والجيش، قال اننا حمينا ثوره 25 يناير. ما رايك في كلام حبيب العدلي عندما يقول أن هذه كانت ثورة خسيسة مدبرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى بمعاونة أطراف داخلية 6 إبريل والإخوان المسلمين وغيره؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شهادة للتاريخ، وبقولها بأمانة وأقسم بالله على الشهادة دي، إن أنا ليا صديق في الأمن المركزي اللي هو قائد قوات الأمن المركزي اللي هو اللواء أحمد رمزي عبد الرشيد، اللي هو بيحاكم أيضا الآن. اللي هو بيحاكم اللواء أحمد رمزي عبد الرشيد ده صديق عمري وزملاء مع بعضينا وكل حاجة، وأنا طلعت على المعاش قبل منه يوم 25 يناير. أنا لم أكن راضيا عن الحكم حسني مبارك واستمراره وعملية التوريث وخلافه، فأنا كلمت أحمد رمزي وبالتليفونيا وقلت له يا احمد انا نازل يوم 25 يناير، انا من ضمن ضباط الاحرار وهتضربونا. قال لي يا رفيق انا ابني هيثم من ضمن الناس اللي موجودين في المظاهره، وانا منعت التسليح الشخصي مع اي واحد، السلاح الشخصي اللي مع الضابط نفسه. قال لي وغير كده كمان السلاح اللي وزاره الداخليه يعني في لوائح ان اي لوري موجود لابد يبقى معاه سلاح خرطوش عشان يحمي اللوري من اي حد يولع فيه. قال انا منعت ده كمان مخالف للتعليمات، وده حصل فعلا وتتاكد سيادتك من هذا الكلام. يعني حضرتك عايز تقول لي، معلش يا سياده اللواء عفوا للمقاطعه، حضرتك نزلت يوم 25 يناير وابن احمد رمزي اللي هو كان المسؤول عن الامن المركزي هيثم زي ما بتقول نزل يوم 25 يناير، هو مين اللي قتل الثوار يا سياده اللواء؟ من خلال حتى ما رايناه ما رايناه في كثير من الاف الفيديوهات على اليوتيوب، مين اللي قتل؟ اللي قتل الثوار، انا باكد لسيادتك ان في ناس مندسين، معلش انا بقول لحضرتك في ناس مندسين، ناس هم مصالح في ان تخريب البلد، احنا مصر مستهدفه. يعني اللي كان بيسوق عربيات الشرطه اللي دهست الناس امام اعيننا دول مندسين؟ انت شفت العربيه اللي هي جريت اللي هو قالوا دي تبع السفاره الامريكيه؟ لا 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 لا، انا ما بتكلمش عن العربيه دي، بتكلم عن عربيات الشرطه المعروفه لنا كلنا. انا كنت مراسل لاحدى الفضائيات انا ذاك، يعني شفت بعناية يا سياده اللواء، مش بكلمك عن كلام انا شفته على اليوتيوب. يعني ليه دايما انتوا في وزاره الداخليه وحضرتك انا عارف ان انت دلوقتي سابق قاعدين بتنفوا كل حاجه وكانكم ملائكه نزلت من السماء عفوا في هذا اللفظ ومفيش قتل ولا حاجه؟ يعني طب اعترفوا ان كان في على الاقل حد بيحاول يعتدي عليكم وانتوا قتلتوه. يعني اقول لحضرتك على حاجه، طب. هل شهدت من ضمن البتاع اللي كان في ناس بيجيبوا السبراي اللي هو الاسود ده يحطوه على الازازه بتاع العربيه عشان العسكري ما يشوفش؟ العسكري كان بيرجع لورا من غير ما يحس ومش عارف يمشي ازاي، وحصلت حاجات من دي كتير، وارجو انك انت لو لا ولا انا شاهدته بعناية برضك يا سياده اللواء ان ما كانش في سبراي اسود على عربيات الشرطه اللي قتلت ودهست الناس في شارع القصر العيني وفي محيط ميدان التعليم. انا شفته بعناية للحقيقه، ده مش تدخل مني ولا نزول ولا يعني بخلع ثوب المهنيه، لكن ده انا شفته بعناية. انا براعي ربنا في شهادتي واقول لحضرتك ان فعلا اللي كان فيه عرج ومرق شديد، وخلي بالك العسكري السواق ده ده راجل مجند. طيب بيقضي فتره التجنيد بتاعه وجاله حل الزوار. يعني انت شايف ان حبيب العدلي مظلوم ويجب ان يطلق سراحه من وجهه نظرك لانه قام بتاديه الدوله؟ انا ما بقولش، انا بتكلم على حبيب العدلي له اخطاء، بس مش اخطاءه ان هو ما امرش الناس بالقتل ولا حاجه من دي خالص اطلاقا نهائي. طيب. ولكن له اخطاء اخرى، اخطاء اخرى قد تكون اخطاء ماليه، قد تكون اخطاء اللي هم بيحاسبوه عليها، ولكن قتل المتظاهرين هو فعلا ملوش في هذه العمليه ولا يامر اطلاقا. ابقى معايا يا سياده اللواء، كلام حضرتك مهم للحقيقه وشهادتك مهمه. هيثم، ما رايك فيما ذكروا الشرطه؟ مالهاش دعوه، دي كلها مؤامره خارجيه، وحتى اللي داس ده كانوا في سبراي اسود زي ما قال الملائكه جايين من السماء. طيب انا يوم 28 يناير عند مسجد الفتح قدامي ضابط شرطه على مدرعه ادى متظاهر بالخرطوش في راسه، والولد توفي ونقلناه لمستشفى صدناوي.
خلاص ضابط الشرطه ده كان لابس طاقيه الاخفاء يعني، ولا انا مش فاهم يعني. مشكلتنا عشان نكون صراحه عشان ننجز الحوار ده، داخليه هتفضل تنكر خلاص. اعتقد ان احنا كان اشكاليتنا في ثوره 25 يناير زي ما قلت لاحد الضباط في اسم مدينه نصر، ان احنا معاقبناكوش. يعني ايه؟ يعني من قتل يقتل. كنا المفروض اول ما الثوره تخلص والله نجيب محاميين من الشرفاء والقضاء، واللي اتقتل على طول عواد المشانق جاهزه يتشنق عليها على طول جاهز. لو كانت العقوبه دي تمت ما كنا سمعنا مثل هذا الكلام الان. استاذ سليم، اليست احكام القضاء زي ما بيقولوا ان هي عنوان الحقيقه والتي حكمت ببراءه جميع ضباط الشرطه من اتهم بقتل المتظاهرين في 25 يناير عنوان اساسي، لان هؤلاء كانوا براءة من دم الشهداء. ليست عنوانا لاي شيء يعني، ليست عنوانا لاي شيء. هكذا يقولون. لا لا، لسبب مهم جدا. هذه الاحكام صدرت لان الجميع يتحدث على ان القضايا يعني تم احالتها الى المحاكم وكانت قضايا ناقصه وقضايا لا يوجد فيها ادله، وان الذي قام بهذه القضايا كلها هو النائب العام الذي عينه حسني مبارك تحت الضغط، يعني تحت الضغط قام باحاله هؤلاء الناس الى المحكمة. المجلس العسكري كانوا أعضاؤه في البداية يقول لك احنا مستحيل نحيل مبارك للمحاكمة، لأنه راجل ترقينا في عهده وراجل هو اللي عملنا وراجل هو اللي سوانا. بعد ذلك اضطر المجلس العسكري الى تقديمه للمحاكمه عندما تحدث الثوار على انهم سوف يذهبون الى اليوم اللي هو خرج حبيب العدلي 5 ساعات بيقول له حضرتك، ومره قبل كده قال له حبيبي. ايه رايك في هذا الاداء مع الاخوان المسلمين، اما بيرفض حتى ان هم يتحدثوا؟ ما هو ده الاداء الكاشف، يحط لهم ازازه. ده الاداء الكاشف، ده الاداء الكاشف الذي لا تستطيع من خلاله ان تطمئن الى سر الامور. يعني عندما يتحول حبيب العدلي عمل اليوم كما عمل قبل ذلك، يعني حبيب العدلي راينا صوره ضخمه جدا في عهد المجلس العسكري وهو يعطى التحيه العسكريه وهو رجل سجين ومتهم. يعني عندما يعامل اليوم على انه حضرتك وتفضل حضرتك ويقدم له القاضي المبررات لانه عايز يرفع الجلسه دلوقتي، وخمس يعني ساعات من الحديث يعني ساعود اليكما يعني مره اخرى، لكن اسمح لي ان اذهب لمواقع التواصل الاجتماعي. وعمر فضل بالتاكيد لديك المزيد. استفزت والكثير. نعم استفزت هذه التصريحات الكثير من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. محمد يقول مستغربين ليه، يعني كل اعلام مبارك ورجالته بيقولوا انها مؤامره وده اللي هيبيع سبح يعني ويقول ثوره. أما عن أسماء توفيق فتقول شعب مصر هيتحاكم بتهمة التآمر على مبارك ونظامه الطيب العطوف. تعليق آخر لحمد صديق يقول هو يعلم أننا نعلم أنه يكذب، وما فعله يوم 28 من يناير من فتح للسجون على مستوى الجمهورية هو سياسة الأرض المحروقة. أيضا تعليق لمحمد، محمد يقول مش مستغرب اللي بيحصل، شكرا لثوار 30 يونيو الحرية للناشط حبيب العدلي ساخرا أيضا من ما وصل إليه الوضع. ننتقل لتعليقات تويتر سريعا. هذا المشارك يقول عندما تتحدث عن الشرف ونعتذر للمعنى في هذا التعليق. أما محمد يقول شكله كده ذاكر التعليمات كويس، ويمكن هو ما تحدث عنه الضيف سليم عزوز من تغير طريقة حبيب العدلي في الحديث. أما أبو المجد فيقول بانت المؤامرة وانكشف الغطاء عن أعداء ثورة يناير، فهل يفهم ثوار يناير هذه المرحلة فتكون سببا للم صفوف وتوحيد الجبهة قبل الندم؟ وأختتم بهذا التعليق. أحمد إليك. شكرا جزيلا عمر فياض، كما أشكر سريعا فهل 30 يعني سنة. بس عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، دي جريدة الأخبار صدر أيام المجلس العسكري، هذه الصحيفة تتحدث على شهادة عمر سليمان، شهادة عمر سليمان بتلف حبل المشنقة حول مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بيقول إنه كان بينقل له كل ساعة تقرير العدل، وكان كنت أنقل له كل ساعة تقرير العدل عن إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين، كان على علمي بكل رصاصة أطلقت ويدهس الناس بالسيارة وبيدهس الناس بالسيارات وبأعداد الشهداء والمصابين. يعني عايز أقول كلام عمر، يعني ده كلام عمر شهدته في المحكمة، ويبدو أن هذا كله سيجري القفز عليه. يعني في ضباط راحوا في قدام النائب العام في 2013 وقالوا إنه في قناصة وفي داخلية عملت كيت وكيت وكيت، لكن يبدو أن هناك صحفي كما أشكرك هيثم غنيم، وعفوا أنا آسف للمقاطعة لضيق الوقت، هيثم غنيم الناشط السياسي والحقوقي. كما مشاهدينا الجزء الأول من مصر الليلة انتهى، والجزء الثالث سيبدأ بقضية حل حزب الحرية والعدالة. ابقوا معنا. مشاهدينا
بعد نحو 38 شهرا من تأسيس حزب الحرية والعدالة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بحل الحزب ليكون من أقصر الأحزاب السياسية عمرا، رغم فوزه بالأغلبية في كل الانتخابات التي خاضها بعد ثورة 25 من يناير. وتضمنت حيثيات الحكم أن رئيس الحزب مثلا يعتبر أحداث 30 من يونيو مظاهرات وليست ثورة. من جانبه قلل الحزب من أهمية الحكم واعتبره سياسيا من الدرجة الأولى وصادرا عن سلطات غير شرعية. فما هي أسباب حل الحرية والعدالة؟ وهل تكون مقدمة لحل كافة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية؟ بعد أكثر من عام على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة، قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب ومصادرة أمواله. حكمت المحكمة بقبول طلب حل حزب الحرية والعدالة شكلا، وفي الموضوع بحل الحزب وتصفية أمواله وإيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب. المحكمة التي ترأسها المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة بنت حكمها على رأي سياسي، حيث أوضحت في حيثيات حكمها أن الحزب يمثل تهديدا للوحدة الوطنية والأمن القومي لكونه يعتبر مظاهرات 30 من يونيو عام 2013 ليست ثورة، وإنما حدث يوم 3 يوليو العام الماضي كان انقلابا عسكريا. وفي أول رد فعل على الحكم وصف محامي الحزب قرار المحكمة بالمسيس وقال إنه غير مسبوق في تاريخ القضاء الإداري، وإنما يبدو أن هناك إرادة سياسية، وواضح أن سرعة الفصل في الدعوة. أنا أتحدى في تاريخ القضاء المصري حد يقول لي طلبة نظر قدام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري أو الإدارية وهي أدنى الدرجات تقدمت الدعوة واتفصل فيها في أقل من شهر. طبعا ليه دلالة يعني واضحة على الحرص على سرعة الفصل وإزاحة هذا الحزب باعتباره أحد مكتسبات ثورة 25 يناير. أما حزب الحرية والعدالة الذي تأسس قبل 3 سنوات فقال في بيان إن قرار حله جاء بعد فشل ما وصفها بمحاولات قادة الانقلاب العسكري الضغط عليه للتنازل عن مبادئ ثورة 25 من يناير، مؤكدا أن العمل السياسي لا يتم بالمقرات وحدها. ورغم أن الحكم غير نهائي فإنه يأتي متسقا مع توجه السلطات القائمة منذ الانقلاب العسكري لإغلاق مسارات التعبير السلمي كالصحف والقنوات الفضائية، وهو ما يثير تساؤل البعض عن جدوى العمل السياسي في مصر بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب للبلاد وحل الحزب الفائز في أول انتخابات برلمانية ورئاسية حرة عقب ثورة يناير. أهلا بكم من جديد. ينضم إلينا في استوديو مصر الليلة لمناقشة هذا الموضوع المهندس أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب السابق. أهلا بك معنا مهندس أشرف. كذلك معنا الدكتور محمود الشربيني عضو تنسيقية 30 من يونيو. أهلا بك معنا دكتور محمود. وأبدأ بالمهندس أشرف، يعني أهم ما خرج عن الحزب بعد قرار حله أو حكم حله من الإدارية العليا أن هذا القرار هو مسيس من الدرجة الأولى، حكم مسيس من الدرجة الأولى، لماذا اعتبرتوه مسيسا يعني ولا يأتي في سياق الأحكام العادية يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ليست دولة، وبالتالي لا يوجد بها سياسة ولا يوجد بها أحزاب ولا يوجد بها سلطة قضائية أو قضاء مستقل. نحن أمام نظام فاسد عسكري إرهابي مستبد يعامل خصومه السياسيين بالقمع والقهر والقتل والسجن. بما في هذا النظام تقصد القضاء والقضاء؟ نعم، احنا الحكم النهارده يعني حكم منقطع الصله بالقضاء والقانون، يعني وكما جاء في بيان الحزب ان هو قرار سياسي وليس حكم محكمه، لانه لا يمكن ان يعاقب حزب في العالم على رأي سياسي. أمال المعارضة في العالم مهمتها إيه؟ يعني أنت نحن نرى أن 30 يونيو انقلاب عسكري، 3 يوليو انقلاب عسكري، و30 يونيو لم تكن ثورة، ويعني هذا رأينا السياسي. لكن في نفس السياق ما جاء في أسباب الحكم أنكم على صلة بما يعرف بالإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين ده تنظيم عالمي، وبما أن الإخوان المسلمين في مصر أصبحت إرهابية فهي حكم حل الحزب.
الإخوان المسلمين واعتبارها إرهابية والكلام ده كله، ده برضو قرار سياسي. إحنا أمام الشرعية تمنحها الشعوب وليست الأوراق والمستندات. إحنا أمام أكبر حزب سياسي في مصر، أول حزب أنشئ بعد ثورة 25 يناير في عهد الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، أول حزب يحصل على الأغلبية أو أكبر عدد من المقاعد في كل الاستحقاقات الانتخابية، مجلس شعب ومجلس شورى، الحزب اللي فاز رئيسه ومرشحه في أول انتخابات رئاسية في مصر، وأصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. فيعني هذا الحزب هو الحزب الأكبر في مصر بلا منازع. نحن عموما لا نناقش أحكام القضاء، لكن أليس من المدهش أن يأتي في حيثية الحكم أن الحزب بيقول أو رئيس الحزب بيقول أن 3 يونيو انقلاب عسكري والثورة وأن 30 يونيو مظاهرات؟ ألا يعقل يعني كما قال المهندس يعقل في العالم أن حزب بيحاكم على رأيه السياسي في أمر ما؟ ده من ضمن الحيثيات يعني. إذا توقفنا عند هذه النقطة تحديدا، فأنا لابد أن أنطلق من منطلق سياسي. إذا كانوا بيحكموا حزب الحرية العدالة بالحل، أنا مع حل حزب الحرية العدالة بالمناسبة، وليه ده أنا هقول. لكن إذا كان حيثيات الحكم بتستند على قرارات سياسية، طب إزاي ما بقتش في محاكمة العدل ما تستندش على قرار على 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 محاكمات سياسية؟ محاكمة العدل ورموز النظام القديم، رموز النظام القديم بيتحكم بشكل دستوري وقانوني بدولة هم صنعوها بقضاء هم أوجدوه بهذا الشكل بالوساطة والمحسوبية، وفي النهاية بيحكموا نفسهم بحكم. يعني تقصد يا دكتور محمود عشان بس يكون الكلام واضح، أن أنت شايف أن الحكم ده حكم مسيس؟ مسيس، وأنا سياسي من الدرجة الأولى. نعم، وليس نعم قضائيا. لا ليس قضائيا. وده مش اعتراف، ده واقع موجود، وإحنا بنطالب بمحاكمة كل الأنظمة القمعية بما فيها نظام مبارك ونظام الإخوان وحزب الحرية العدالة محاكمات سياسية. أنا مع المحاكمات السياسية لأن هناك إرادة شعبية، وبالتالي أن دولة القانون ودولة الدستور لا تصح في حالة رغبة شعبية وإرادة شعبية، وبالتالي أن الحكم يكون سياسيا. أنا مع فكرة. سؤال مرة تانية، أنت ترى أن النظام الحالي نظام السيسي يستخدم القضاء لأغراض سياسية؟ لا، مش النظام اللي بيستخدم، هي منظومة القضاء نفسها. هي منظومة تورثناها من نظام مبارك. عشان بس ما نسقطش، يعني هي نفس المنظومة دي اللي ادت براءات في عهد مرسي. يعني هي منظومة القضاء، هي منظومة، انا في رأيي وبقولها بشكل واضح وبشكل صريح، ان احنا امام قضاء بطبيعته مسيس لانحيازاته السياسية لنظام مبارك. هو ابن من ابناء نظام مبارك اللي ترعرع فيه وبدأ ان هو يشكل لوبي داخل قضاء نظام مبارك. لازم يحاكم محاكمات سياسية، وكذلك نظام مرسي. ترى ان نظام السيسي يجب ايضا ان يحاكم محاكمات سياسية لما فعل في مصر بعد 30 نظام يونيو؟ السيسي جاء برغبة شعبية وجاء بعد ثورة. انا مش جاي ازاي يعني انا ما هو محمد مرسي جاي برغبة شعبية. لا، لكن انا بتكلم هنا بقى في كلامي انت. لا لا، انا ماليش، مش عايز ادخل في ده، مش عايز ادخل في ده بس عشان لكن انا بكلمك، هل ايضا يستحق نظام السيسي ان يحاكم الان على ما اقترفه خلال الفترة الماضية؟ اذا ثبت ادانات للنظام الحالي طبعا. احنا هيثبت ازاي وانت بتقول ان القضاء منهار والمسيس؟ احنا ما اسمح لي، ما هو هنا بقى الانحيازات. انا امام منظومه قضاء لا اثق فيها ولا اثق فيها. طب ساتي اليك، لكن ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره السيد منتصر الزيات المحامي. سيد منتصر، ابتداء لو لك راي فيما خرج اليوم عن المحكمه الاداريه العليا بحل حزب الحريه والعداله من الناحيه القانونيه بالطبع، ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحكم صادر من المحكمه الاداريه العليا، وبالتالي انا اعتقد انه احكامه غير قابله للطعن عليها، ودي الاشكاليه الحقيقيه. بمعنى ان ده كده يصبح من الناحيه القانونيه حكم نهائي. حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه. المحكمه الاداريه العليا نهائيه. فده في حد ذاته يمثل اشكاليه كبيره يا استاذ احمد. الحقيقه يعني خلينا نقول احنا في ازاء مجموعه من الحقائق مع بعض نحطها. الحكم صادر من محكمه الاحزاب، وهي محكمه سياسيه بالدرجه الاولى. صحيح انها تنبثق من قضاء الاداريه العليا، وهو يسمى في مصر قضاء الحريات. فعجيب ان يصدر عن قضاء الحريات حكم بحظر حزب سياسي نتيجة لآرائه السياسية. هذه إشكالية، هذه واحدة. الثانية، لا شك أننا إزاء حمم وتأثيرات شديدة في الرأي العام ضد جماعة الإخوان المسلمين. هذا التوجيه
ينعكس على كل مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة القضائية لأنها بشر. لا بد أن نضع هذه بجوار تلك. لا يعني تقصد يا أستاذ منتصر قبل ما تروح للأمر التالي لأن الأمر ده مهم، تقصد أن القضاء الآن والقضاء أصبحوا أو وقعوا تحت تأثير موجة العداء التي تبث في وسائل الإعلام المختلفة للإخوان المسلمين وشيطنة الإخوان المسلمين ويحكمون تحت هذا التأثير؟ بالتأكيد أنا أعني هذا طبعا لأن واضح الأحكام واضحة اختصاص. يعني أنا طبعا أنا شخصيا من الناس التي ما كانت لم تزل تضع أملا كبيرا في قضاء الحريات وهو القضاء الإداري والإداري الأولية، فجاء هذا الحكم صادما بالنسبة لي. أما في الدوائر الأخرى أنا لا يعني القضاء دائما ما أقول جسم القضاء سليم، لكن الإشكالية يا أستاذ أحمد في اختيار قضاء بعينهم ودوائر بعينها لتنظر هذه القضايا ضد الجماعات جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية، وبالتالي هي خاضعة للتأثير. قل لي بالله عليك هناك محامين لا يتمتعون. أستاذ منتصر لازلت معي؟ أستاذ منتصر نعم أنا معك. طيب نعم. تفضل أكمل ما لديك أستاذ منتصر تفضل. يعني بالله عليكم قولوا المرافعات التي تنقل وتبث على الهواء لنظام مبارك لا يتمتع بها متهمين من أي جنس من أي مكان آخر، الفرصة التي يحصل عليها اللواء حبيب العدلي في الترافع لا يحصل عليها محامون يترافعون بمهنتهم أمام القضاء الآن 200 ويلا آخر الجلسة حكم بالإعدام زي ما شفنا في القضايا اللي في المنيا وفي غيرها. أما أن تنقل هذه المحاكمات بثا علنيا للتأثير في الرأي العام ويحصل متهم على فرصة 5 ساعات لا يحصل عليها محامي، هذه بالتأكيد إحدى تأثيرات التأثيرات الإعلامية في الرأي العام. لا يعني بس اسم طبعا ده تأثيرات إعلامية، لكن يظهر للبعض لا أننا أمام قضاء أو جزء منه استخدم من قبل النظام الحالي لأغراض سياسية أو يعني للقضاء على معارضي وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين. سيد منتصر تلاحمت النظام الحالي قيادته في أثناء استعار الخلاف مع النظام السابق مع الرئيس مرسي وحزبه وجماعته، كان جزء هام من المعركة انحاز إلى النظام الحالي المؤسسة القضائية. ما ننساش ده أبداً، ما ننساش انه شيخ كبير من شيوخ القضاء يمثلهم قال لو كنا عارفين ان الانتخابات واشرافنا على القضاء هيجيبهم ما كناش عملنا كده. يعني كل هذه التصريحات تصب في هذا الاتجاه وهذا يعني انه اصبح لا امل في العدالة من قبل منظومة القضاء الحالية او جزء كبير منها. سيد منتصر لا يعني يبقى عيال العوض. ما هو ده معنى اللي حضرتك بتقوله او اللي غيرك بيقوله يبقى عليه العوض. انا ما زلت احمل املا في ان هناك شيوخ للقضاء وان هناك شباب في القضاء نريد ان نعيده الى سيرته الاولى. طيب اشكرك شكرا. نريد ان نخلص القضاء من التاثيرات السياسيه. شكرا جزيلا سيد منتصر الزيات المحامي ورئيس اللجنة القانونية للدفاع عن سجناء الرأي، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. انضم إلي أيضا عبر الهاتف من القاهرة السيد أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين. سيد أسعد يعني واضح أن اتفق جميع ضيوفي من معي في الاستوديو وحتى السيد منتصر زيات عبر الهاتف على أننا أمام حكم يعني إما مسيس أو إما واقع تحت ضغط شيطنة الإخوان من خلال الإعلام المصري الآن. هل لك رأي آخر فيما يخص الحكم بحل حزب الحرية والعدالة؟ الأول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا عايز أشير في البداية إلى أن مجلس الدولة الذي صدر عنه الحكم اليوم بحل حزب الحرية والعدالة سبق لهذا المجلس أن أصدر العديد في الحقيقة من الأحكام لصالح جماعة الإخوان المسلمين نفسها عام 2010 إبان انتخابات مجلس الشعب الباطنة، 460 حكم صدر بطلان هذه الانتخابات صدروا عن قضاء مجلس الدولة عن دائرة الطعون الانتخابية. الأمر الآخر أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء المشروعية في مصر،
والمشروعية في مصر التي انتصرت لإرادة الشعب المصري هي مشروعية ثورتي 25 يناير و30 يونيو. يعني ما صاروا الأستاذ منتصر إزيات، وأود أن أرد عليه في نقاط كريمة. يعني أنا بس عايز أفهم من كلام حضرتك أن القضاء هنا بينطلق في أحكامه من ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويبني عليها الأحكام؟ أنا أتحدث عن شيء اسمه المشروعية. مجلس الدولة ليس هناك قانون مثل قانون المرافعات أو الإجراءات أو القانون المدني يتقيد به. لا أنا بس عايز أفهم يا أستاذ أسعد، حضرتك بتقول كلام مهم أنا مش فاهمه للحقيقة. يعني دلوقتي اللي ممكن بعض التأثيرات السياق السياسي يؤثر على القضاء فيحكمه من خلال سياق سياسي ما؟ لا ما بنسموهش سياسة، بنسميه إيه؟ بنسميه المشروعية الشعبية والدستورية. مفيش في القانون حضرتك، أنا مستغرب أن حضرتك كمحامي بتقول أن في القانون في القضاء حاجة اسمها مشروعية شعبية في القانون. القانون يعني مغمض العينين كما نرى يعني حتى في شعاره الشهير. كيف تقول أنه يعني يتعرض لي؟ أنت تقول كده زي ما أنت عايز. لكن القول المتعارف عليه في مصر والعالم كله أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء المشروعية. يعني ايه قضاء المشروعيه؟ يعني ايه قضاء المشروعيه؟ قضاء مجلس الدوله انا قلت لحضرتك انه قضاء يقضي بلا قانون، ليس هناك قانون امامه يتقيد بماده ماده. قضاء مجلس الدوله هو في حقيقته هو قضاء يراقب مشروعيه القرارات الاداريه والاعمال الصادره عن السلطه. يعني قضاء لا يحكم وفقا لقانون. انا ارجو بس ان لو زملائي الاستاذ منتصر موجود يعني يرد على الكلام ده من الناحيه القانونيه، لان الحقيقه مش قادر ابلع فكره ان القضاء لا يحكم من خلال قانون. طيب يعني قضاء المشروعيه ده، قضاء المشروعيه ده في الاحكام التي صدرت سواء ببراءات الضباط في الذين قتلوا او قيل انهم قتلوا المتظاهرين في 25 يناير وعوده الحزب الوطني مره اخرى او رجاله الى الترشح، ليه ما كانش في مشروعيه وما استندش على الثوره وعلى مشروعية الثورة كما تقول سيادتك؟ طيب اديني بقى الفرصة كاملة ان ارد لحضرتك، كلمت اكتر مني. اتفضل. اولا انت لازم تفرق بين امرين، بين القضاء المدني والقضاء الجنائي الذي فصل في القضاء الجنائية المتعلقة بقتل واصابة المتظاهرين، وبين قضاء مجلس الدولة. هذا قضاء وهذا انا قضاء فاهم أخر. وانا بتكلم عن قضايا اخرى خاصة برجوع مثلا بتوع الحزب الوطني للترشح مرة اخرى وغيره. أنا ضربت لك مثل في عام 2011 حينما صدر عن نفس الدائرة التي أصدرت الحكم اليوم بحل حزب الحرية والعدالة، وقلت لك أنها أصدرت أيضا حكم بحل الحزب الوطني. الأستاذ منتصر الزيات حينما يقول أن القضاء يقع تحت تأثير، أنا أرضى به من هذا القول. أيضا أرضى به أن يقول أن هناك دوائر بعينها يتم اختيارها، لأنه من المعروف أن في المحكمة الإدارية العليا هناك دائرة واحدة خاصة بنظر شؤون الأحزاب. طيب. أنا معايا بس الأستاذ محمود شربيني ده عضو تنسيقية 30 يونيو، هو ليه رد على كلام حضرتك بس لضيق الوقت؟ أستاذ محمود تفضل. يعني أستاذ أسعد يعني ممكن يكون ليا بس إيه في قضية الشرعية الأخلاقية والاجتماعية بما يتناسب مع العزل الشعبي أنا متفق فيها تماما، لكن هذا أيضا ينعكس بشكل واضح على الحزب الوطني وأتباعه ومؤيدينه والحياة السياسية التي بيعود بها بشكل واضح وصريح أمام الشعب المصري. يعني إذا كنا نتحدث عن عزل شعبي وده بينعكس على المحكمة الإدارية وقضاء مجلس الدولة وغيره، أيضا ينعكس أيضا على الحزب الوطني حفاظا على ثورة 25 يناير ومبادئها. يعني إحنا بس عشان إذا كنا بنؤمن ب 30 يونيو و 25 يناير يبقى ننطلق من نفس المنطلقات ونفس المحددات عشان ما نجزأش الموضوع ونخلي الموضوع كله في إطار أيديولوجي وبعيد تماما عن منطلقات الصحة. طب يبقى معي أستاذ أسعد باشمهندس أشرف، ما نفس الـ هذا القضاء وخصوصا القضاء الإداري هو الذي حكم للإخوان يوم ما في عدة قضايا كثيرة حتى في عهد المخلوع حسني مبارك، إذن ألا يدلل ذلك على أننا لسنا أمام قضاء على الأقل فيما يخص مجلس الدولة والقضاء الإداري قضاء يعني مسيس؟ حينما يحكم القاضي بضميره ولمظلوم وحينما يحكم للإخوان المسلمين في ظل حكم مبارك في قضايا ويعلم الجميع موقف النظام منهم، فإحنا أمام قضية عادلة مليون في المية. ويعني أما الآن الأستاذ أسعد أكد ما قلت في بداية الحلقة أننا في مصر لم يعد لدينا قضاء وليس لدينا قانون. أنا عايز أقول هل انتظر العسكر الانقلابيين صدور هذا الحكم؟ يعني ما الذي سينبني على هذا الحكم؟ إحنا أمام حكم بتحصيل حاصل، مقرات الحزب اتحرقت أو اتقفلت أو اتشمعت، قيادة الحزب وأعضاؤه رجال ونساء
شباب وفتيات يا إما اتقتلوا في الشوارع وفي النهضة أو في مقرات الحزب لما اتحرقت أيام 30 يونيو أو 3 يوليو أو في غياهب السجون والمعتقلات أو مهجرين خارج البلاد أو مطاردين الآن في كل مكان في مصر. فنحن أمام تحصيل حاصل، لن ينبني شيء على هذا الحكم. احنا من امتى كان في احترام لاحكام القضاء في مصر؟ هذا الحكم النهارده بكل ما ورد فيه يعني تم تنفيذه يوم 30 يونيو وقبل 30 يونيو. قال لا، امال انت كنت فين الحكم؟ كنت مستني ايه؟ خلاص. استاذ اسعد، يعني هنا في الحقيقه نقطه جوهريه، هو حتى النظام الحالي لم ينتظر اي احكام قضاء، فهو فعلا على ارض الواقع اغلق كل مكاتب وكل ما يخص حزب الحرية والعدالة في جميع المحافظات. أيضا أليس هذا تأكيد أننا أمام يعني قضاء فقط، هو كل ما يفعله أنه يعني يؤمم أو يعني يعطي ختما للنظام الحالي على ما يقوم به من أعمال هي ضد القانون في الظاهر؟ لا بس أولا لا يجوز بأي حال من الأحوال التطاول على القضاء المصري والنيل منه. ما حدش بيتطاول على القضاء، بس عشان انت ما تقولناش يعني ما تتهمناش بأمور، احنا بنناقش نقاش موضوعي وسياسي. خليني اكمل يا استاذ احمد. يعني ما انت ما تتهمناش وتقولي خليني اكمل بس. مبادئ هذا القضاء تأخذ به جميع الدول العربية. احنا مش عايزين ننتقي بعض الأحكام ونترك البعض الآخر. انا قلت ان مجلس الدولة طبق وقدر بحل الحزب الوطني، طبق وأنصف جماعة الإخوان المسلمين في ظل جبروت عهد مبارك عام 2010. مش هنيجي النهاردة ننتقي هذا الحكم لأنه قضاء وقع تحت تأثيره وما إلى ذلك. ومن لم يفهم يعني إيه مشروعية عليه أن يراجع نفسه ويعود إلى الكتب ويقرأ يعني إيه مشروعية. هو يعني هو الكلام ده قاله السيد منتصر الزيات، إن الدوائر نفسها بتتنقد بالبلد، يعني بيتم اختيار دوائر ما وقضاء ما للحكم أمامه. ده الكلام ده قاله السيد منتصر الزيات. هتسوي لي بن طارق البشري وبغاته، ده هتسوي لي بن طارق البشري وبغاته، وده قاضي وده قاضي، بس ده قاضي شريف نزيه وده قاضي مرتشي فاسد. أرجوك يا باشمهندس بس عشان يبقى النقاش موضوعي، اتفضل يا سيد أسعد. يعني اسمعني لو تكرمت حضرتك. اتفضل. يا أستاذ أحمد، يبدو أنه يجهل أن هناك دائرة واحدة في محكمة إدارية عليا واحدة في مصر، هي الدائرة المختصة بشؤون الأحزاب وحكمها نهائي. يبقى منين إحنا بننتقي دائرة هنا؟ ده افتئات على الواقع وجهل بالواقع. السيد طارق البشري وهو يعني قاضي له ما له من مكانة قال إن الحكم ده حكم باطل وحكم يعني مسيس. ده كلام السيد طارق البشري اليوم لإحدى المواقع الإلكترونية، وبالتالي ده أكيد ما يجهلش برضك يعني المستشار طارق البشري. أخطأ خطأ جسيم. ليه بقى؟ في حق مصر وفي حق الثورة حينما ذهب ليعدل الدستور 71 عام 2011. أنا بتكلم عن الحق يا سيدي، بس ما توضيناش الدستور. أنت بتكلم في سياق غير سياقنا. أنا بكلمك النهاردة على حكم حل الحزب. هو ذات السياق، هذا رجل فخر ده مصداقيته يا اخي، لم يدافع عن التعديلات اللي هو عدلها يا اخي. طيب وانت مع انت بتأييدك عاد الينا سيد منتصر الزيات، لو سمحت يا سيد حتى بس نحول الكلام من كلام سياسي في اطفال لكلام قانوني. يا سيد اسعد اسمعني، انت فقدت انسانيتك بتأييدك للقتل يا سيد منتصر. السيد اسعد يكل وهو محامي بيقول اني لا، ده حكم طبيعي ومنطقي وحكم بالمشروعيه، في شيء اسمه المشروعيه الشعبيه، هو حكم من خلالها وما فيش قوانين بيحكم بها القضاء الإداري وبيحكم المشروعية. إيه رأيك في الكلام ده؟ ما هو يعني تأثيرات الرأي العام هي دي اللي بيستند إليها أسعد، يقول إنها مشروعية. مشروعية إيه؟ القضاء الإداري له أيضا له سوابق قضائية في هذا، وله أحكام بيسير عليها، وله قواعد مسطرة إذا خرجت دائرة عنها يروحوا بيذهبوا إلى دائرة توحيد الأحكام. مفيش حاجة اسمها مشروعية، ده كلام سياسي. كلام سياسي المفروض لا يتداخل مع القضاء، هو الذي يوجه الخط السياسي إلى الحرف. ليس للقضاء أن يدخل طرفا انحيازا لطرف دون طرف. لكن الحقيقة يا أستاذ منتصر، هو رجل يقول كلام أيضا وجيه، يقول لك ما هو ده القضاء، ده نفس القضاء اللي حكم للإخوان وخصوصا القضاء الإداري في العديد من القضايا في عهد حسني مبارك وبعده، لماذا كان هناك قضاء مستقل واليوم قضاء مسيس؟ يعني القضاء مستقل، وده إحنا دافعنا
دفعنا عن استخدام القضاء حينما كانت هناك قواعد مستقرة كان انصاف القضاء، لأنه ما كانش فيه معركة هو طرف فيها. أما الآن ففي طرف من القضاء طرف في المعركة، دخلت المؤسسة القضائية بعض شيوخها بعض رموزها أصبحوا طرفا في الأزمة منذ تقدم نواب في مجلس الشورى بطلب لتعديل قانون السلطة القضائية، بتعديل السن وخفضه، بتعديل اللوائح المالية وخفضها، ومساواة القضاء بغيرهم من موظفي الدولة. هنا صارت الثائرة، وهنا انبرى القضاء أو بعض القضاء لينحازوا إلى السلطة التي ركبت والتي أطاحت. طيب. والتي اعتدت على الشرعية. ابقى معي لأن كلام حضرتك مهم أستاذ أسعد، يعني قبل أن تجيب على ما ذكره السيد منتصر الزيات، لأن القضاء لا واضح أن في شيء من التسييس أو واقع تحت ضغط شيطنة الإخوان المسلمين. هناك خبر عاجل، استشهاد فلسطيني في غارة على دير البلح بغزة ليصل عدد الشهداء إلى 8. سيد أسعد ما رأيك فيما ذكره السيد منتصر الزيات؟ أنا بس هطرح سؤال جذري هجاوب أنا عليه ووجهه للأستاذ منتصر وحضرات والمشاهدين يحكموا في هذا الأمر. يعني أنا بسأل سؤال، هل هناك مشروعية أرقى من مشروعية الدستور؟ وهذا الدستور هو الوثيقة القانونية الوحيدة التي يوقع عليها الشعب. دستور 2014 نص في دي بيعجب على شرعية ثورة 25 يناير و30 يوليو. فحينما يأتي قضاء مجلس الدولة وينتصر لهاتين الثورتين ويقول أن من يخرج عليهم فإنه يجابه رد الشعب، أليس هناك مشروعية أكثر من هذه المشروعية؟ والله سؤالك سؤال يا أستاذ أسعد، سؤال وجيه النهاردة السيد حبيب العدلي وزير الداخلية السابق قال أن ثورة 25 يناير اللي هي مجدها دستور ما بعد الانقلاب العسكري ثورة خسيسة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن على أي حال ردك إيه يا سيد منتصر؟ سيد منتصر ردك إيه؟ ردك إيه على كلام السيد أسعد هيكل؟ لا أستاذ أسعد هيكل يعرف أن هناك دستور كان أيضا في 2012 والشعب خرج وقال كلمته والمؤسسة العسكرية أطاحت به، وحتى أنهم بعدما لأن المسألة كانت تغرير في تغرير قيل أنه عطل وأنه سيعدل أطيح به تماما وأصبح يوصم بأنه دستور الإخوان. محدش قال أنه ده دستور الشعب وإن الشعب هو الذي خرج ووافق عليه، محدش قال كده. والدستور 2012 قائم نافذ كانوا يقولون أنه دستور الإخوان ولن نعترف بهذا الدستور، وكانوا يقولون فيه قولا كبيرا حرام على بلابله التوح حرام إيه حلال. لا مش كده، ما ينفعش دستور يبقى كويس ودستور يبقى وحش. بعدين دستور صاغته قوى انقلابية كلها، يعني كل الذين يعني دستور 2012 وأنا كانت لي اعتراضات عليه، الذين صاغوه من مختلف طوائف الشعب ما كانوش الإخوان المسلمين بس، وأنا ما كنتش في الجمعية التأسيسية وما كنتش في لجنة المئة، لكني أقول بحق إن اللي حطوا دستور 2012 نخب متميزة راقية. أما الذين وضعوا دستور 2014 فهم يعني مش عايز اقول لفظه اتحاسب عليه. طيب ابقى معي وبلاش الفاظ تتحاسب عليه. ابقى معي سيد منتصر وسيد اسد، ابقى يعني ابقوا معي جميعا ساعود اليكم، لكن بعد ان نذهب سريعا الى مواقع التواصل الاجتماعي وزميلي عمر فياض. نعم عندنا تعليقات احمد رصدناها من على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وابدا بفيسبوك مع احمد يقول الحزب وافكاره واهدافه وبرامجه محفوره بعقول اصحابه لا في الاماكن او الكيانات، احكم يا شامخ كما شئت. تعليق أيضا لهذا المشارك ريال مان يقول كل الرؤساء اللي حولوا أو اللي حلوا الإخوان مشيوا وبقيت دعوة الإخوان مستمرة وستبقى بإذن الله الإخوان فكرة والفكرة لا تموت. تعليق أيضا لأسماء تقول يعني هم فين أصلا أعضاء الحزب؟ يا مقتولين يا محروقين يا معتقلين يا مطاردين، يحلوا بقى يسرقوا اللي يقدروا عليه أيا كان فليفعلوا ما يريدوا، هو لا يهم في نظر هذه المشاركة. أما محمد يقول أصلا هم حلوا دولة ديمقراطية شهد لها العالم أجمع، وما فعلته المحكمة الإدارية العليا ما هو إلا إفلاس إداري تحاول به الهروب
من متطلبات العدالة التي يبحث عنها المواطن. نذهب كان هو إذن آخر التعليقات على فيسبوك. نذهب لتويتر وأبو المجد يقول: قرار صادر من نظام انقلابي غير معترف به، وهذا حكم جائر لا تقره العقول السليمة. أيضا تعليق لمحمد إدريس يقول: الحرب على الإرهاب هو العنوان عند القضاء الذي يقضي بحكم الهوى والمصالحة الشخصية أو المصلحة الشخصية، غير مبالي بعدالة الميزان الموضوع على مقدمة المحكمة. هذا من التعليقات المميزة التي وردت. أيضا هذا المشارك يقول: جماعة الإخوان المسلمين منظمة وفعالة من عقود طويلة، من قبل الحزب وبعد، ومن قبل أن يؤسسوا حزب الحرية والعدالة وبعده، فوجود الحزب لم يزدهم تنظيما وحله لن يفككهم. تعليق أيضا لسلمى آخر التعليقات تقول: أصل السيسي قال إن في عهده مش هيكون في وجود لجماعة الإخوان، ولازم ينفذ الكلام اللي قاله. إشمعنى المرة دي؟ ما هو طول عمره بيقول كلام وما بينفذوش، ولا عشان الموضوع في إخوان بس؟ أنتهي هنا. أخذ الحقيقة من آخر تعليق: ولا عشان الموضوع في إخوان، وتوجه لمحمود الشربيني. دكتور محمود، فعلا عشان الموضوع في إخوان أصبح القضاء مش قضاء والحرية مش حرية، بمعنى أن حتى 30 يونيو اللي أنت نزلت لها وبتدافع عنها هي طلبت بالحرية بالتأكيد. فين الحرية دي من غلق كل مقرات الحرية والعدالة حتى قبل أن يصدر أي أحكام قضائية، ورمي معظمهم في السجون ما بين معتقل وقتيل وهارب خارج البلاد؟ قضية الحرية هي قضية بنبحث عنها من 25 يناير أصلا، مش أنا فاهم 30 يونيو. أنا فاهم. ومش هنختزلها فقط في الفترة الأخيرة، لكن هي ده ما زلنا بنقول الصارة مستمرة. لا يعني الحرية تحقيق. بتيجي عند الإخوان وتقف. لا مش بسؤال. ما عند الكل، يعني مش بس عند الإخوان، عند الكل. يعني احنا شايفين في السجون فصائل سياسيه اخرى غير الاخوان. كويس، وده اللي انتوا يعني نزلتوه في 30 يونيو. لا اسمح لي، ده مش، لا احنا نزلنا للحريه من 25 يناير وموجوده في 30 يونيو، لكن ما زالت 30 يونيو مش بطموحاتنا، يعني الممارسات الفعليه على الارض مش بطموحاتنا، ولا حتى ما قالت اليه 30 يونيو هو موضع خلاف ما بيننا كاعضاء تنسيقيه 30 يونيو حتى بالتحديد. لكن ساذهب الى قضيه حل حزب الحريه والعداله، ده امر طبيعي زي الحزب الوطني، لكن لازم يكون بنفس المعيار الشعبي والعزل الاخلاقي والاجتماعي اللي تم به للشعب يتم بكل، حتى حزب الحريه والعداله، حزب الوطني وطوابعه. الفساد الذي خلفه الحزب الوطني ومعظم اعضائه كانوا متهمين في قضايا فساد، الإخوان لم يتهم حتى الآن واحد منهم في قضايا فساد تؤدي لهذه القضية. أما قضية إيه؟ قضية تحدي إرادة شعبية في 30 يونيو، يعني تجنى على إرادة شعبية، يعني رأي سياسي. أنت هقول لك ما هو ده رأي سياسي، ما هو خمسة، أنا برضو بحكم الحزب الوطني، أنا عايز محاكمته السياسية مش قانونية. طيب. يعني المحاكمة القانونية مع الحزب الوطني قبل. طيب في النهاية قامت أما ما يعرف ب 30 يونيو أيا كان المسمى اللي أنتوا تتفقوا أو تختلفوا عليه، بعد 25 يناير اتقفل الحزب الوطني، بعد 30 يونيو تقفل حزب الحرية والعدالة في الإخوان. ببساطة هكذا يقولون. يعني هو مفروض ما يبقاش في معارضة، يعني الأصل إن ما يبقاش في معارضة، لكن في بعد ثورة 25 يناير كان في 60 حزب في مصر، وأنشئ بعد الثورة أكثر من 50 حزب. طول عهد حسني مبارك لم يسمح بإنشاء حزب واحد فقط، والآن لن يسمح بإنشاء حزب واحد فقط، وكل الأحزاب الموجودة مغلقة أو لا وجود لها، وغير مسموح بصوت معارض. أنا عايز أقول إن حل الأحزاب والجمعيات ده أسلوب قديم فاشل وسيفشل وسيقود البلاد نحو الهوية، وكافة القضاة اللي تورطوا في إصدار أحكام متصلة بصراع سياسي أو مليئة بالعوار القانوني واشتركوا في القتل الجماعي بهذه الأحكام سيحاسبوا حينما يعود للقضاء استقلال. وإحنا كحرية وعدالة هنفضل في الشارع وهنظل مستمرين لإنقاذ الوطن من عصابة الانقلاب وعملاء الصهاينة وتطهير القضاء وتحقيق. شكرا جزيلا المهندس أشرف بدر الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، كما أشكر الدكتور محمود الشربيني عضو تنسيقية 30 يونيو. أشكركما كما أشكر السيد أسعد هيكل والسيد منتصر الزيات المحامين. مشاهدين عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. مفخرة للإسلام والمسلمين، مفخرة، ده مسخرة للإسلام. أكمل بعد انتشار الهجوم على المعتقدات الدينية، مطالب بأن تصدر الدولة قوانين تجرم هذه الظاهرة. مشاهدينا أهلا بكم. صحيح البخاري مسخرة للإسلام والمسلمين، أستغفر الله بالطعم،
وطعن في التاريخ الإسلامي والخلافة. ده ملخص حديث الداعية الأزهري محمد عبد الله الشهير بخطيب التحرير، والذي اعتدى في حديث فضائي على عدد من الثوابت الإسلامية وهو يرتدي زي الأزهر وعمامته. من جانبه أهاب مستشار المفتي بوسائل الإعلام لتحمل المسؤولية الأخلاقية بعدم استضافة أمثاله من السفهاء على حد تعبيره، في الوقت الذي هاجم فيه المستشار ذاته فتوى نسبتها جريدة الوطن المصرية للدكتور يوسف القرضاوي بعدم وجوب الجهاد في فلسطين، والتي نفى مكتب القرضاوي صحتها من الأساس. سؤال: متى تتفرغ المؤسسة الدينية للدفاع عن الثوابت، ومتى تشتد على منابر الفضائيات كما تشتد على منابر المساجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اليهود يعذبون في قبورهم. عذاب القبر وجودا ونكرانا، صحيح البخاري مفخرة أو مسخرة، واختلاس النظرات لجسد المخطوبة، تلك بعض القضايا الطافية على سطح الجدل الديني الدائر الآن، وتبرز مدى الهوة السحيقة التي تفصل بين واقع ما تعيشه أمة الإسلام وما يشغل حاضر منظريها. مفخرة للإسلام والمسلمين، مفخرة، ده مسخرة للإسلام والمسلمين. أكمل اتق الله. البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تخرج بالملة لو رديت في صحيح البخاري وجبريل منعه. ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الشيخ محمد عبد الله نصر مثيرا للجدل، وهو الضيف شبه الدائم على الشاشات والصحف، ويقدم باعتباره رمزا أزهريا كان قائدا لميدان التحرير طيلة عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وزارة الأوقاف أصدرت بياناً أكدت فيه أن محمد عبد الله نصر الشهير بميزو لا علاقة له بها، معتبرة إياه من الجهلة، وصفة حديثه بالعار على الثقافة الإسلامية. عرفت تستخبى وتشوف شيء هي مش ممكن توريه لك، لا حرج. كان يمكن النظر للأمر باعتباره خروجا فرديا عن المألوف، لكن تكرار الحديث عن تلك القضايا محل الخلاف والاستهجان، والتي كان آخرها فتوى لشيخ سلفي يجيز التلصص من أجل النظر لجسد المخطوبة عاريا، يجعل من الأمر ظاهرة تستحق التأمل. تعالوا نسأل سؤال عقلاني جدا للكلام عن في عذاب قبر ولا لا. اللي أنا بقول إنه ما فيش عذاب قبر. وبينما كانت وزارة الأوقاف منشغلة بوضع ضوابط لمن يعتلون المنبر، كان هؤلاء يتمددون في منابر أخرى عبر مساحات إعلامية بالشاشات وصفحات الجرائد. في تفسير الظاهرة ثمة من يقول إن الهدف إشغال الرأي العام بقضايا سطحية وأخذه بعيدا عن قضايا حاضره ومستقبله من العيش والحرية والكرامة، ومن قائل إن الأمر لا يخلو من محاولة تشويه للتيار الإسلامي عبر تقديم وجوه شاذة تحسب عليه في أذهان العامة. المؤسف حسب ما يقول منتقدون للظاهرة أن كثيرا من القضايا المطروحة أخذت حقها من البحث والتنقيب من قبل، ما يجعل إعادة الحديث فيها الآن دون ما جدوى. أهلا بكم من جديد. انضم إلينا لمناقشة هذه القضية في استوديو مصر الليلة فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي الداعية الإسلامي. أهلا بك معنا فضيلة الشيخ. مفترض أن سيكون معنا بعد قليل أيضا الدكتور عبد المقصود باشا عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبر الهاتف من القاهرة، هو موجود معنا بالفعل. أرحب بك فضيلة الدكتور عبد المقصود. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. نعم أهلا بحضرتك. أبدأ معك فضيلة الشيخ فيما يخص ما سمعنا عن الاستهزاء بالبخاري وصحيح البخاري، وأن كلام مسخرة ولا يجب الأخذ به، وهذا الكتاب دلس على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أو بآخر. حقيقة أنا مش عايز أناقش بس تفصيلات، لكن ده في سياق التهجم على الثوابت والعقيدة الإسلامية بقاله فترة، وخصوصا ما بعد ما يعرف بالانقلاب العسكري في مصر، كيف ترى؟ الحمد لله حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده. مشاهدي الأكارم، مع أخي الحبيب الأستاذ أحمد وفضيلة الدكتور معنا على الهاتف، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. وبعده، فإن السنة منزلة كالقرآن الكريم، وهي شق الوحي الثاني، والهجوم على السنة يعني من قديم موجود ممن في قلوبهم زيغ. ومما يدل على أنها منزلة كالقرآن الكريم قوله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، سورة النساء. وفي نطق النبي صلوات ربي وسلامه عليه
في سورة النجم الله تعالى نزه نطقه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ثالثا النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه جاء عنه في الحديث الصحيح أنه ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت الكتاب ومثله معه، والإشارة بمثله معه إلى السنة النبوية المطهرة الثابتة عنه صلوات ربي وسلامه عليه فداه أبي وأمي. ثم نقطة الرابعة في الرد، كثيرة هي التشريعات التي ثبتت بالسنة. يعني ليذكر لي أحد المشاهدين عدد الركعات، عدد ركعات الصلوات، مقدار الزكاة، لا توجد آية في الكتاب العزيز توضح عدد ركعات الصبح أو الظهر أو العصر، ولا عدد السجدات، أو لماذا الركوع واحد في كل ركعة وفي كل سجدة سجدتان وكذا، إنما هذا كله ثابت بالسنة للحديث الصحيح، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قد تنبأ بمثل هذه بمثل هؤلاء الزنادقة الذين ينكرون السنة، فقال عليه الصلاة والسلام يوشك رجل متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، ما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه وينكر السنة. هذا موجود من قديم وهي نبوءة من النبوءات التي أخبر بها النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وصحيح البخاري أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، وقد تلقته الأمة بالقبول مع الكتب الخمسة الستة صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وابن ماجة. وقبل هذه الكتب الستة ديوان الإمام أحمد بن حنبل أعظم دواوين السنة شيخ كل من البخاري ومسلم المسند إلى آخر هذه. سأعود إليك فضيلة الشيخ، لكن دكتور عبد المقصود، الرجل ما يعرف محمد الخطيب أو محمد عبد الله الشهير بميزو كما يقال عنه، يتحدث هو دائما يرتدي الزي الأزهري، ابتداء لو لديك معلومة هل هو ينتمي إلى الأزهر الشريف؟ إذا كان ينتمي إليه هل هو يعبر عن رأي داخل الأزهر الشريف فيما يقول عبر الفضائيات أو في خطبه في ميدان التحرير بعد الانقلاب؟ تفضل. أولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لك ولضيفك الكريم الذي أجاب فأحسن الإجابة وأفتى فأحسن الإفتاء. جزاكم الله خيرا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مكملة للقرآن الكريم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا المسمى لا أريد أن أذكر اسمه، إنما يريد شهرة أو في وسائل الإعلام المختلفة، كما علمنا كل من يحاول أن يشتهر ويطفو على السطح كالفقاعات الهوائية لا يجد ملاذا يلجأ إليه إلا الهجوم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسوف أذكر لك حادثة كما قال شيخنا جعفر طال الله عمره، جزاكم الله خيرا، ان الادعاء على النبي عليه الصلاه والسلام من زمن بعيد، بل ان بعضهم قد ادعى النبوه. وساذكر لك طرفه في التاريخ الاسلامي، حينما جاء احد مدعي النبوه الى الخليفه المامون وادعى انه نبي، قال له لكل نبي ايه اي معجزه، فما هي معجزتك؟ قال معجزتي أني أعلم ما في قلوبكم نحوي. قال المأمون وما شعوري الذي تعرفه أو ما شعور الجلساء الذي تعرفه؟ قال أنكم تثقون أنني كاذب. فهؤلاء فقاعات هوائية سيدي يريدون شهرة، يريدون مالا. كويس، وضحت هذه الفكرة. لكن دكتور عبد المقصود، ما الذي قام به الأزهر في مقابل هذه الفقاعات الهوائية على حد يعني نرى الأزهر أو الإفتاء في أمور أخرى يخرج ببيانات، ويعني حتى تصل حتى إلى تكفير بعض الجماعات وما شابه، لكن مع محمد عبد الله لا أحد يخرج، لا أحد يتحدث إلا بيان يعني يراه البعض ضعيف جدا جدا من قبل وزارة الأوقاف. يعني تفضل.
ويكفي أن اسمه ميزو يا أخي، يكفي أن اسمه ميزو وفي هذا الكفاية، وكأن الله قد أراد أن يسخر الجميع منه بهذا الاسم. لا بس لعل المسألة مش بهذه البساطة فضيلة الدكتور. أنا أعرف يعني أن أنت شايف أن الرجل ليس له وزن، وده رأيك الشخص، لكن الرجل هذا الرجل يخرج في الفضائيات يتحدث إلى الناس، سمي بخطيب التحرير، كل جمعة واقف في التحرير بيخطب في الناس. أين الأزهر وأين الأوقاف التي اشتدت على الآلاف ممن ينتمون حتى للأزهر وطردتهم من المساجد بدعوى أنهم ما معهمش تراخيص يعني، وأغلقت حتى بعض المساجد؟ أين الأزهر والأوقاف من هذا يعني؟ الأزهر سيدي أستاذ أحمد قال كلمته في هذا وأمثاله من الفقاعات الهوائية. أولا هم لا يستحقون حتى مجرد الرد، هم أشبه بـ بـ أشبه بـ بـ بهواء ساخن لافح كأنه ينبعث من جهنم. هؤلاء البشر يريدون شهرة. لما الأزهر حضرتك سألتني في بداية الحديث إن كان هذا يمثل تيارا في الأزهر، لا، ما يمثل التيار الأزهري هو ما أقوله وما قاله طيب. شيخنا طيب. الشيخ جعفر كلامنا على يعني على رأسنا من فوق، لكن في الآخر محدش منتظر من مؤسسة رسمية مجرد بيان. حضرتك تقدر وانت قاعد في بيتك تطلع بيان ضد هذا الرجل، تسميه ما شئت، لكن كان يجب أن تكون هناك إجراءات. الأزهر والأوقاف اتخذت إجراءات في يعني في مواضيع أخرى خاصة بجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي بشكل عام، طردتهم من المساجد، يعني قالت عليهم أنهم يعني إما بغاء أو قتلة، يعني الحقيقة لا يستوي هذا وذاك. لكن ابقى معي دكتور عبد المقصود، سأعود إليك مرة أخرى. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة من إسطنبول الشيخ عصام تليمة أحد علماء الأزهر الشريف. شيخ عصام، لعلك استمعت إلى ما قيل في بداية هذا النقاش، الرجل الذي خرج في إحدى الفضائيات وتحدث حديث غير سليم عن البخاري ومسلم وغيره. عموما هذا الذي نراه في العام الماضي من اعتداء على الثوابت الدينية ولا أحد يتحرك من المؤسسات الرسمية المنوط بها التحرك، ماذا تقول عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني احيي ضيفيك الكريمين، ويعني بدايه طبعا انا لا استبعد، وانا طبعا انا مع الدكتور عبد المقصود الا نعطي هذا النكر اي قيمه ولا يسمع لهم الناس ولا الامثال ولا حتى البريم عيسى ولا الغالي، هؤلاء يعني من اهل الصحافه الذين ليسوا من اهل العلم. لكن انا اريد ان اعلق على امر اخر يعني الخاص بالشيخ القرضاوي. طيب ابقى معي بس انوه قبل ان ابدا معك مره اخرى ان الدكتور القرضاوي المكتب الدكتور القرضاوي اصدر بيان منذ قليل نفى فيه فضيله الشيخ الدكتور القرضاوي التصريحات المنسوبه اليه بعدم وجوب الجهاد في فلسطين او عدم اهميه فتح باب الجهاد، ووصفها بالتصريحات المزوره التي لا اساس لها من الصحه. وقال من يعرف سيرتي وتاريخي ويقرا رسائلي وكتبي واستمع إلى محاضراتي وخطبي إلى آخره يعرف تمام اليقين أن هذا التصريح مختلق، ولقد ألفت عدة كتب عن قضية فلسطين. وفي البيان يقول الشيخ القرضاوي بعض الصحف المجموعة استغلت أو مكتبه سفر الشيخ القرضاوي للترويج لهذا التصريح المكذوب الذي لا أصل له وتبني عليه ردود واتهامات. بالمناسبة كلام الشيخ القرضاوي اللي هو مختلق من الأساس كما جاء في هذا البيان رد عليه ما يعرف بأمين عام الفتوى داخل وزارة الأوقاف ببيان رسمي، وكذلك مستشار الأوقاف الدكتور إبراهيم نجم. تفضل يا شيخ عصام. سأعود إليك. أنا طبعا ليس هذا مستشار المفتي، بس لما الوقت ضيق جدا في الرد، أن الأساتذة الكرام ردوا في قدس السنة وتحتاج إلى شرح أفضل وأكثر. لكن إذا كنا نستغرب على ميزو أنه يتجنى ويفتري على البخاري وعلى غيره العلماء، طيب ما عندنا دار الإفتاء مؤسسة رسمية محترمة لم تتثبت من كلمة ألصقت بالشيخ القرضاوي، وقام ينبري أمين الفتوى بالسباب واتهام القضاء بالعمالة، وكأن يعني، وأنا سأتنازل معه على أن من يقول بأن جهاد فلسطين ليس بواجب يبقى عميل وخيل لله ورسوله، موافق، بس القرار لم يثبت عليه ذلك. شيل القرضاوي حط السيسي اللي حاصر الفلسطينيين وأهل غزة وأحنا الإسرائيليين عليهم، ما حكمه؟ عايزين بيان من دار الإفتاء بنفس الحالة. القرضاوي اللي ألف فتوى فلسطين فقه الجهاد وألف القدس قضية كل مسلم وقصائد عشرات القصائد عن فلسطين وزار غزة، طيب ما موقف دار الإفتاء ممن حارب أهل غزة وحاصرهم وغلق المعبر؟ عايزين فتوى. يعني القرضاوي الآن
نتجنى عليه ولا نتثبت من شيء واقع ونصدر كأنه شيء مسلم دون أدنى درجات التثبت. للأسف هذا فعل لا ينم عن درجة. كنت أتمنى دار الإفتاء أن تتثبت أولا، وإذا صدر عن شيخ القرضاوي الكلام يكون كلامه صحيح. فكانت تقول إن كان ورد وصح عن القرضاوي كذا فهذا الكلام خطأ. لا نفى الشيخ القرضاوي ومكتب الشيخ القرضاوي صحت الكلام الذي قيل عنه بأنه قال ما فيش جهاد في فلسطين وروحوا جاهدوا في سوريا. قال أن هذا الكلام كلام خاطئ 100%. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا الشيخ عصام تليما أحد علماء الأزهر الشريف، وأذهب سريعا إلى زميلي عمر فياض وهاشتاج مصر الليلة. ماذا لديك في سياق هذا الموضوع؟ طبعا الناس في مصر يستفزوا دائما من مثل هذه التصريحات ضد الدين، خاصة بكس أحمد يقول عندما يتكلم مثل هذا الرويبط في أمور العامة ويسجن وتكمم أفواه علماء الأمة ويحكم على آخرين بالإعدام مثل الدكتور عبد الرحمن البر والدكتور عبد الله بركات، فاعلم أننا أصبحنا في زمن السنوات الخداعات كما يقول أو الخداعات كما يقول أحمد. أما عديل يقول الأوقاف أصبحت مكتب من مكاتب مخابرات يقودها علمانيون يحقدون على الإسلام والمسلمين حقدا أعمى، هذا ما يراه صاحب هذا الحساب. وأسماء توفيق تقول الانقلاب يأكل أصحابه. تعليق أخير على فيسبوك للشيخ مجدي يقول عليه العوضمة، خلاص الأوقاف وغيرها من المؤسسات بقت تحت أوامر الحاكم شمال أو يمين كما يقول لها الحاكم. نذهب سريعا لتويتر وعليها لصهيب يقول وانت مستني ايه من علماء السلطان، هكذا وصفهم. وتعليق أيضا لعودة يقول الأوقاف وزارة لوقف حال المسلمين وغلق مساجدهم. آخر التعليقات مع أحمد يقول هذه فقط مجرد عينة مع العلم بأنه يوجد منه الكثير داخل مصر وليس في الأزهر فقط. شكرا. إليك أحمد. فضلت شيخ جعفر في 30 ثانية تعقيبك على مصارعة وزارة الأوقاف وبعض قيادتها بالتصدي لفتوى لم تقل، طلع أنها كاذبة نقلا عن جريدة الوطن، ووصل الأمر لشتم وسب الشيخ يوسف القرضاوي، ماذا تقول في هذا؟ البعد عن المرجعية الثابتة في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، الكتاب الكريم فيه آيتان كريمتان. الآية الأولى في سورة النمل لما سيدنا سليمان رفع عليه الهدوء التقرير عن مملكة سبأ في اليمن وأنهم يسجدون للشمس من دون الله، ماذا قال سليمان عليه السلام؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ها واحد. الموضع الثاني في سورة الحجرات يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لم يتثبتوا وبالتالي في تسرع، وكأن هذا يدل على نفسية داخلة نحو الشيخ وبالتالي يتجاهلون كل حسناته. وبعدين غير كده القرآن الكريم خلي الشيخ القرضاوي قال هذا الكلام فرضا وهذا بعيد كل البعد عن منهج القرآن الكريم. ماذا يقول عن فلسطين؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. شكرا جزيلا شيخ جعفر الطلحاوي الداعية الإسلامي، كما أشكر ضيفي عبر الهاتف الدكتور عبد المقصود باشا عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأسف منه لضيق الوقت. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مصر الليلة وتابعنا فيها. شهداء جدد مع تواصل العدوان على غزة، وحماس تطالب القاهرة بالرد على تصريحات لبني عن توافق إسرائيلي مصري لخنق الحرب. ما حدث في 25 يناير كان حلقة من حلقات مؤامرة خارجية. العدلي يقول ثورة يناير كانت مؤامرة خارجية ضد مصر، ويصف المتهمين في محاكمة القرن بالقيادات الوطنية التي أدت رسالتها. حكمت المحكمة بقبول طلب حل حزب الحرية والعدالة شكلاً حل حزب الحرية والعدالة ومصادرة ممتلكاته، والحزب يقلل من أهمية الحكم ويقول إنه لن يوقف نضاله ضد الانقلاب. مسخرة، ده مسخرة. أكمل. بعد انتشار الهجوم على المعتقدات الدينية مطالب بأن تصدر الدولة قوانين تجرم هذه الظاهرة. حتى ليلة مصرية أخرى وسهرة أخرى، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.